شو سعد، احنا جاهزين. السلام عليكم. الصوت واضح كده ان شاء الله؟ تمام، صوت واضح، الله يكرمك. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البيم فور كونستراكشن. معاكم مهندس عادل حسن، خريج هندسه القاهره سنه 98. دي ان شاء الله النقاط اللي احنا هنتكلم عليها النهارده. احنا هنتكلم تقريبا على 6 نقاط زي ما هو واضحين بالنسبه لكم على السلايد. اول نقطه هنتكلم مع الكوردينيشن والتشيكينج تولز في الاوبن بيم. يعني هنتكلم على لو انت عندك مودلز من كذا مثلا سب كونتراكتور، عاوزين نعمل عليهم عمليه تشيكينج، عاوزين نشيك عليهم ونشوفهم مظبوطين ولا لا. تاني حاجه هنتكلم فيها، هنتكلم على حاجه اسمها الايشو مانجمنت او كلاود بيزد ايشو مانجمنت. دلوقتي انت هيكون عندك مثلا مشاكل في المودلز دي، فانت عايز تدير المشاكل دي، هتديرها ازاي؟ هنشوف النهارده هنديرها ازاي في الكلاود، مش على مستوى مكتب او على مستوى مكان معين، لا في الكلاود عامه. ثالث حاجه هنتكلم على السكادولينج او الفور دي في الكونستراكشن. رابع حاجه هنتكلم على الفايف دي، او بمعنى اصح هنتكلم على الكوانتيكوف والكوست استيميشن. خامس حاجه هنتكلم على السايت مانجمنت، استخدام الكلاود بيزد اوبن بيم تول في السايت مانجمنت. سادس حاجه هنتكلم على استخدام البيم عامه في الكونستراكشن مونيتورنج. انت عايز تتابع الاعمال، عايز تراقب الاعمال، تشوف معدلات الشغل قد ايه، معدلات العمل قد ايه باستخدام البيم. قبل ما ندخل بس على النقاط دي، هنتكلم بس شويه على بعض النقاط الاساسيه عشان لو في حد ما عندوش اي خلفيه على البيم يعرف ايه هو البيم واحنا بنتكلم عليه. فاول حاجه بنتكلم عليها وات از بيم. البيم عامه هو عباره عن عمليه انشاء المبنى افتراضيه على الكمبيوتر قبل البدء في العمل. بمعنى ايه؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي قدامنا الموديل ده لمبنى معين مرسوم تماما، خلاص كله بجميع بنوده، سواء كان ستراكشر، سواء كان اركيتكتشرال، سواء كان ام اي بي، كله مرسوم على الكمبيوتر قبل ما نبدا اي شغل في الموقع. الموضوع مش مجرد 3D، لا، الموضوع 3D انفورميشن، معلومات مترافقه مع العناصر. يعني كل عنصر من ده او من دول ليه معلومات خاصه بيه، والمعلومات دي انت بتتحكم فيها. ممكن تكون المعلومات دي قليله، ممكن تكون المعلومات دي كتيره، ممكن وتبقى معلومات على حسب استخدامك للايه، او على حسب رؤيتك للمشروع. لو انت عايز توجهك يعني بالنسبه للكوست، هتلاقي مثلا اغلب المعلومات المترافقه مع العناصر دي ليها علاقه بالتكلفه. لو انت عايز تستخدمه مثلا بحيث ان هو يكون محقق السستينابيليتي، فانت عندك المعلومات المترافقه مع العناصر دي هيكون ليها علاقه بالبيئه والسستينابيليتي عامه. لو احنا عملنا اي كليك على اي عنصر من العناصر دي هيبان لنا كل المعلومات اللي جايه معاه. خلاص، هو ده البيم باختصار. طبعا علشان نعمل الموضوع ده في الطبيعه بيكون ليه سلسله طويله من العمليات والبروسيسز المفروض انها تبقى ماشيه معانا من اول المشروع لغايه اخره. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البيم في الكونستراكشن. انت عندك دلوقتي على مستوى المشروع في عندك عده مراحل: مرحله التصميم، مرحله الكونستراكشن، مرحله الفاسيليتي مانجمنت اللي هي مرحله ما بعد التنفيذ. دول الثلاث مراحل الاساسيين في عمليه البناء عامه. النهارده هنتكلم على الكونستراكشن فقط. ايه هي الفوائد بتاعت البيم في كونستراكشن؟ تقريبا 10 فوائد، او يعني زي ما مكتوب دلوقتي. اول حاجه اللي هي بيتر كولابوريشن اند كوميونيكيشن، بيحسن التعاون والاتصال. لما يكون عندك موديل واحد كل الناس شغاله على نفس الموديل ده، فانت عندك في اتصال ما بين كل اطراف المشروع. بدل ما كل واحد او موديل بطريقه تقليديه كل واحد
شغال لوحده في جزر منعزله. لا انت دلوقتي كله بيشتغل على نفس الموديل. تاني حاجه موديل بيزد كوست استيميشن. الكوست استيميشن بتاعك بتاع المشروع كله منبعه هو الموديل. اي حاجه بتعدلها في الموديل ينتج عنها تغيير في تكلفه المشروع. دي تاني حاجه. تالت حاجه بري كونستراكشن بروجكت فيجواليزيشن، اللي هي ان انت بيكون او بتشوف المشروع نفسه قبل التنفيذ كله بكل عناصره، كل حاجه واضحه بالنسبه لك. تالت حاجه اقرب حاجه امبروف كوردينيشن اند كلاش ديتكشن، بيعزز الكوردينيشن وعمليه الكلاش ديتكشن ما بين كل الاطراف. ريديوس كوست اند ميتيجيشن ريسك، بيقلل التكلفه وبيقلل الريسك. امبروف سكادولينج اند سيكونسنج، بيزود او بيحسن عمليه التخطيط وعمليه تسلسل الاعمال. انكريز برودكتيفيتي اند بري فابريكيشن، نفس الكلام بيزود معدلات الانتاج والتصنيع. سيفر كونستراكشن سايت، بيخلي السايت عامه يعني بيكون سيف اكتر من الطريقه التقليديه. نتيجه ان الموديل قدامك فانت عارف فين الاماكن الخطر، في ايه الاماكن اللي محتاجه تركز عليها في خصوص السيفتي، فالكلام ده بالنسبه لك بيبقى ليه دور ايجابي. بيتر بيلدز، المبنى نفسه بيكون احسن. عشر حاجه واخر حاجه السترونجر فاسيلتي مانجمنت اند بيلدينج هاند اوفر. الفاسيلتي مانجمنت عامه او العمليه اللي هي اداره المؤسسات او اداره المنشات بعد او اللي هي التشغيل والصيانه بتاعه المنشات، اهم حاجه بالنسبه لها ان تكون الانفورميشن اللي جايه من عندها تبقى كامله ومترتبه، اللي هي طالعه من الايه من مرحله الكونستراكشن. فالبيم بيضمن الكلام ده، بيضمن كل المعلومات اللي هي هتروح لل فاسيليتي مانجمنت او بتروح لعمليه التشغيل والصيانه بعد التشغيل بتكون معلومات كامله ومترتبه. نتكلم بقى في نقطه ثانيه اللي هي الامبورتنس اوف كونستراكشن فيز. طب ايه اهميه الكونستراكشن فيز بالنسبه للبيم؟ ليه البيم مهم قوي في مرحله الكونستراكشن؟ في اثنين شرط قدامنا، الاثنين شرط دول بيوضحوا الموضوع ده. اول شرط على الشمال اللي هو ده بيوضح التكلفه بتاعه المشروع على مدى عمر المشروع. هنا بدايه المشروع، هنا نهايه المشروع، هنا مرحله الديزاين كونستراكشن اوبريشن اند مينتنس اللي هو تشغيل وصيانه. هنا التكلفه لو هنشوف يعني في بدايه المشروع التكلفه بتزيد تزيد وهكذا، في مرحله الكونستراكشن بيزيد قوي. مرحله الاوبريشن اند مينتنس اوكي القيمه الكليه للتكلفه بتبقى اكتر حاجه، لكنها الاقصى حد ليها بيكون قليل، زائد ان هو منتظم على طول عمر المشروع. فمرحله الكونستراكشن زي ما انت شايف كده هي اكتر مرحله فيها اكتر كميه فلوس بتتصرف. اللي على الشمال او على اليمين ده نفس الشارت بالظبط، لكنه ايه خاص بالديزاين وخاص بالكونستراكشن. زي ما احنا شايفين ان المرحله دي هي مرحله اكتر كميه فلوس بتدفع او مصاريف بتدفع خاصه بالايه خاصه بالمشروع، سواء كوست او ستافنج ليفل. اكبر كميه ناس بتشتغل في مشروع بتشتغل في الايه في المنطقه دي. فالجزء ده بيدل ان المنطقه دي فعلا مهمه، او مرحله الكونستراكشن مرحله مهمه جدا، واستخدام البيم فيها بيساهم بصوره فعاله جدا في نجاح المشروع. هندخل بقى النقاط اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بس قبل لما ندخل فيها في بعض التعريفات لازم نعرفها الاول، لازم نعرفها علشان هتذكر عده مرات اثناء الكلام. فعلشان الناس تكون عارفه احنا بنتكلم على ايه، نعرف الاول بعض التعريفات دي قبل ما نسترسل في الكلام. اول حاجه اوبن بيم. ايه هو الاوبن بيم؟ دلوقتي الوضع الحالي او الوضع الموجود في السوق دلوقتي ان انت عندك عده برامج في البيم. ناس شغاله بريفت، ناس شغاله بتكلا، ناس شغاله باركيكاد. كل برنامج من دول ليه فايل فورمات معين، ماشي. فانت دلوقتي وانت دخلت في مرحله الايه مرحله الكونستراكشن فيها عده اطراف، وكل برنامج من دول بيكون ليه مميزات معينه. فانت مش هتقدر تحكم كل الاطراف انها تشتغل ببرنامج واحد. يعني ما ينفعش تحكم كل الناس انهم يشتغلوا بريفت. يعني الناس مثلا بتوع الاستراكشر ستيل بالنسبه لهم برنامج تكلا احسن بكتير جدا من ريفت، لانه متخصص جدا في الحديد، ماشي. فانت ما ينفعش تجبره تقول له غصب عنك هتشتغل ريفت، هو هيشتغل تكلا خلاص، وانت معماري هتشتغل ريفت. استشاري تاني مثلا بتاع او السب كونتراكتور تاني بتاع الام بي عاوز يشتغل باركيكاد،
هو شغال باركاد مش هيشتغل بريفت. فانت عندك دلوقتي عندك مشكله في المشروع، مشكله في المشروع ان انت عندك عده اطراف كل طرف شغال ببرنامج معين. فانت ازاي والبيم كله قايم على الكولابوريشن والكوميونيكيشن، لازم تعاون واتصالات مشتركه. فانت هتعمل ايه؟ الاوبن بيم ده توجه قايم على الغاء الحدود ما بين البرامج دي، ازاله الحدود بحيث ان الموضوع كله يكون مفتوح على بعض. ومن هنا جاء المسمى اوبن بيم، ان كله مفتوح. انا شغال ريفت ما عنديش مشكله تماما ان اتعامل مع واحد او اتعامل مع موديل بتكلا او موديل مثلا بارك كاد او اي موديل او اي برنامج ايا كان، الدنيا كلها مفتوحه قدامك. الصوت واضح؟ الصوت واضح تمام خلاص. ف الاوبن بيم هو ده فائدته، ان انت بتلغي الحدود ما بين البرامج بحيث ان الدنيا كلها تبقى مفتوحه ومفيش عندك اي عوائق بالنسبه لك. ده الاوبن بيم باختصار. انا حاطط تحت كل تعريف لينك ده في اليوتيوب، اللي عايز يستزيد ويسمع او يشوف اكتر ممكن يدوس على اللينك ويروح على طول على الايه، على المصادر الاضافيه. الملف ده ان شاء الله بعد المحاضره ان شاء الله هبعته للربيع بحيث انها تترفع على اليوتيوب. المهم ده الاوبن بيم باختصار. مين اللي قاد بقى الموضوع الاوبن بيم ده؟ مؤسسه اسمها بيلدينج سمارت. بيلدينج سمارت دي عباره عن مؤسسه امريكيه غير مستهدفه للربح، تم انشائها سنه 1900 تقريبا 94. هدفها الاساسي هو ان انت تعمل نيوترال فورمات ما بين كل البرامج، ماشي، بحيث ان البرامج كلها تعرف تتكلم، تعرف تتواصل مع بعضها، ما يكونش في عوائق ما بين البرامج. ايا كان اللي بيشتغل في المشروع يكون عنده قدره انه يعني يتبادل المعلومات بين الاطراف الثانيه. اللي كان متزعم الموضوع ده ساعتها اوتوديسك، ودعت عده اطراف او يعني دعت اللي هم الناس اللي في السوق اللي هم زي الارك كاد والبرامج الثانيه انهم ينضموا ليها، وعملوا حاجه اسمها انترناشنال الاينس فور انتروبيرابيلتي اللي هو IAI، اللي هو تقريبا معناها اللي هو التحالف الدولي للتعاون المشترك. اسم غريب كده وطويل سواء كان بالعربي او بالانجليزي. فنتيجه كده فعلى 2004-2005 غيروا الاسم، الاسم كده سهل، بيلدينج سمارت. بقى دلوقتي المؤسسه دي اسمها بيلدينج سمارت. ده اللوجو بتاعها وده الويب سايت بتاعها. في كومنت تقول الصوت اتقطع، واضح ولا؟ الو، واضح، ماشي، شكرا جدا. البيلدينج سمارت عملت مجموعه من الستاندرد، هنتكلم على بعضها دلوقتي. اول حاجه الاي اف سي. ايه هو الاي اف سي؟ الاي اف سي ده عباره عن فايل فورمات، ممكن نعتبره ان هو فايل فورمات. فايل فورمات نيوترال، قابل للفتح في جميع البرامج. يعني الريفت يفتح الاي اف سي، التكلا الاركاد يفتح الاي اف سي. انا اعرف اصدر لو اشتغلت في الريفت، اعرف اصدر في اف سي، حد اشتغل تاني بيفتح اي اف سي، بحيث ان الاي اف سي ده قابل للفتح في جميع الايه، في جميع البرامج. وانا عشان انا كشركه زي ريفت عشان اعمل اي اف سي لازم اتعاون مع البيلدينج سمارت واخد سيرتيفيكيشن من عندهم ان انا فعلا عندي قدره ان انا اصدر الاي اف سي من عندي بالمواصفات المطلوبه او المواصفات اللي هي متحدده من قبل بيلدينج سمارت. ده باختصار الاي اف سي. هنا اللينكات دي عباره برضو عن لينكات خاصه بتعريف اضافي للاي اف سي. تاني حاجه من الستاندرد المعموله حاجه اسمها ام في دي، موديل فيو ديفينيشن. ايه الموديل فيو ديفينيشن؟ الموديل فيو ديفينيشن ما هو الا اي اف سي، هو لكنه بعض من كل. معنى ايه؟ الاي اف سي ده عباره عن الموديل كله، معماري، انشائي، الكتروميكانيكال، بجميع تخصصاته، بجميع المعلومات الخاصه بيه. يعني كل حاجه خاصه بالمشروع موجوده في الاي اف سي. انا دلوقتي بتواصل مع استشاريين تانيين، بتواصل مع سب كونتراكتور تانيين، هل انا ملزم ان انا لما اديله الاي اف سي او اديله الموديل اديله كل حاجه عندي؟ اكيد لا، انا بديله جزء
الخاص بيه. وده واضح في المكعبين دول. ده الـ IFC عبارة عن مكعب متكامل كل أجزاء كلها موجودة. ده الـ MVD هو الـ IFC لكنه في أجزاء كتير فاضية. الأجزاء كتير فاضية هي دي الأجزاء اللي أنا شلتها، والأجزاء المتبقية دي هي دي الأجزاء اللي هي يعني إيه هنتواصل بيها. وفي برضو نموذج توضيح تاني، نفترض إن الكتاب ده عبارة عن IFC، الجزئية دي الخاصة بالكوردينيشن، الجزئية دي الخاصة بالفاسيليتي مانجمنت، الجزئية دي الخاصة بالإنرجي أناليسيس. أنا لما أبعت الموديل ده نفترض على سبيل المثال، هبعته مثلا عشان أعمل عليه إنرجي أناليسيس، خلاص في برامج متخصصة في الإنرجي أناليسيس هي ما تعملش ماشي الريفت مستوى يعني في الإنرجي أناليسيس مش عالي، لكن في برامج تانية ما بتعملش حاجة تانية غير إنها بتعمل أناليسيس للإنرجي، فبالتالي محتاجين الموديل. فأنا لما أجي أصدر لهم الموديل مش هصدر لهم بقى كل الموديل بجميع المعلومات الخاصة بيه، بالتكلفة، بالسب كونتراكتور، بالمواصفات، بكل شيء، لا أنا هصدر لهم اللي يهمهم بس الجزئية دي ماشي. نفس الكلام في الفاسيليتي مانجمنت، لو أنا عاوز أطلع الموديل الفاسيليتي مانجمنت، لو نفس الكلام لو أنا عاوز أطلع الكوردينيشن. فعشان كده بيجي الMVD. الMVD ده فيه حاجات ستاندرد جاية من بيلدينج سمارت موجودة، ولما بتعمل في البرامج عامة لما تعمل اكسبورت مثلا في الريفت بيقولك الـ MVD بتاعك ايه، 1 2 3 4 5 اختار انت منه. طب لو انت عايز تعمل MVD خاص بيك انت اعمله براحتك ماشي. في حاجة تانية اللي اسمها BCF. BCF اللي هي BIM Collaboration Format. ايه BCF ده؟ دلوقتي انت دلوقتي عندك مودلز من جميع السب كونتراكتورز، خلاص كلهم بعتل لك المودلز بتاعتهم. فانت كمين كونتراكتور، انا النهارده انا بتكلم من منطلق المين كونتراكتور، انا دلوقتي مقاول الرئيسي بتكلم على البن ماشي، ما بتكلمش من وجهه نظر المصمم او وجهه نظر المالك، لا انا دلوقتي مقاول بتكلم من وجهه نظر المقاول. فالمهم انا عندي مودلز من كل من جميع الاطراف جايين عندي، المودلز دي كلها انا بشيك عليها بشوف ايه المشاكل اللي فيها. فالصوره اللي على سبيل المثال اللي تحت دي، انا مثلا شايف هنا في مشكله، المشكله دي ممكن يكون ضغط داخل في عمود، خلاص انا عايز اتواصل مع السب كونتراكتور بتاع الالكتروميكانيكال، بقول له خلي بالك هنا في تعارض، فلو سمحت حرك الضغط. ايه الطريقه التقليديه؟ الطريقه التقليديه مثلا اخد مثلا سناب شوت احطها في ميل ابعتها له وهكذا. طب دلوقتي نتكلم على مئات التعرضات، هتبعت بقى مئات الإيميلات، موضوع مش سهل، خصوصا لو المشروع فعلا كبير، وفي نفس الوقت انت يعني الموضوع هيبقى مش فعال. فبيلدينج سمارت ابتكرت حاجه اسمها بي سي اف، عباره عن برضو فايل فورمات. فايل فورمات ده عباره عن ايه؟ زي ما انت شايف ان اهو حاجه زي كده فايل، انت بتروح مثلا تاخد لقطه مثلا للجزء اللي فيه تعارض او الجزء اللي فيه مشكله، مش لازم تعارض، في مشكله او في كومنت انت عندك ملاحظه، مش لازم يكون في تعارض، انت عندك ملاحظه عايز تبعتها لاي طرف من اطراف المشروع، بتعمل عليها مثلا كلاود وتقول مثلا ده هيتوجه مثلا للسب كونتراكتور نفترض اللي هو مثلا بتاع الحديد، خلاص انا قدمته مثلا يوم كذا، مفروض استلم يوم كذا، الكومنت بتاعتي او الديسكريبشن بتاعي عباره عن كذا كذا كذا، الاهميه بتاعتها، الاهميه بتاعت الكلام ده كله، هل ايرجنت او مش ايرجنت، ايا كان المعلومات دي كلها تتملي وبتتسجل على جنب وتتبعت له. انت بتبعت له واحد بس، لا انت بتبعت له عشرات او مئات الكومنتات في ملفات او ملف واحد بي سي اف تروح له. هو لما يروح له لما يجي له الملف ده ويشوف الصوره دي، هل هي مجرد صوره؟ لا، هو هيعمل امبورت للملف ده على الموديل من ورا على الصوره على طول، الموديل او الفيو هيروح دايركت للاليمنت اللي هو اللي انت بتتكلم عليه على طول. الكلام ده هنشوفه طبعا في المحاضره بالتفصيل، احنا دلوقتي بنشرح عامه عشان خاطر ايه الناس تكون عندها خلفيه. فهيروح على طول للنقطه اللي احنا نتكلم فيها ويعرف ايه هي المشكله. خلاص احنا كده خلصنا الجزء اللي هي المصطلحات الأساسية اللي احنا مفروض نعرفها قبل ما ندخل في المحاضرة. اول حاجة هنتكلم النهاردة عليها اللي هي الـ Open Coordination. يعني عشان اشيل بس ده
Open BIM Coordination and Checking Tools. دلوقتي انت خلاص طلعت من مرحله التصميم، دخلت مرحله التنفيذ، ماشي. انت من كونتراكتور، عندك سب كونتراكتور حواليك، كل واحد بيبعت لك الموديل بتاعته، الموديل بتاعه. السب كونتراكتور بتاع كيرتون وول بيجيب لك كيرتون وول، او حد تديهم الايه، تديهم الاي اف سي او الموديل بتاع التصميم، هم بيعملوا الشغل بتاعهم ويجيبوه لك. الطبيعي ان انت بتعمل ايه، انت بتديهم ديزاين دروينج، هم بيجيبوا لك ايه، بيجيبوا لك شوب دروينج، شوب دروينج اللي هتنفذ عليه. لا، انت هنا هتديهم موديل التصميم، هيجيب لك موديل الايه، موديل التنفيذ اللي هو مفترض اللي هو المقاول بتاع الكيرتن وول، هيجيب لك الموديل بتاع الكيرتن وول. المقاول بتاع مثلا البريكاست هيجيب لك الموديل بتاع البريكاست، بتاع الام اي بي بجميع تخصصاته هيجيب لك الموديل بتاعه. فانت دلوقتي عايز تشيك على المودلز دي، فانت عندك هتستلم المودلز من كل سب كونتراكتور، هتعمل عليهم عمليه تشيكينج. اول حاجه هتشيك على الموديل كموديل، يعني هتشيك عليهم هل الموديل ده متصنف صح او مش متصنف صح. يعني في تشيك ليست كده طالع من بيلدينج سمارت، ثانيه واحده اشوفها لكم، انا كنت فاتحها هنا اهو، فين هنا. هنا مثلا دي تشيكينج ليست من بيلدينج سمارت، بتشيك على ايه؟ بتشيك مثلا على النيمز، ان الاسامي كلها متجانسه من جميع الايه، السب كونتراكتور. بتشيك على البوزيشن بتاع المودلز، كلهم ليهم نفس السيرفينج بوينت، مفيش حاجه مترحله. بتشيك على الستوري اللي هو الادوار والنيمينج، ان كلها متصنفه صح، مفيش واحد مثلا مسمي مثلا جراوند فلور، فيرست فلور، سكند فلور، والثاني مسمي لي مثلا ستوري 0، ستوري 1، ستوري 2، والثالث مسمي 1 2 3. لا لا لا، لازم كله يكون نفس المسميات. عندك تتاكد ان التصنيفات كلها مظبوطه، يعني مثلا الستير متصنف تحت الستير، ماشي، ما يكونش متصنف تحت السلابس، خلاص، وهكذا. المهم دي تشيكن ليست انت بتعملها علشان خاطر ايه، او المعموله من بيلدينج سمارت انت بتشيك عليها في المودلز. تاني حاجه تشيك ويز ديزاين ستيج، انت دلوقتي عندك موديل تصميمي وعندك موديل تنفيذي. الموديل التنفيذي ده انت بتجيبه وبتشيك مع الموديل التصميمي، بتشوف هل الكلام ده متطابق ولا مش متطابق، وهل في اختلاف ولا ما فيش اختلاف. نفترض الموديل التصميمي مثلا عامل لك مثلا نفترض حوائط خرسانيه، السب كونتراكتور استبدلها بحديد او العكس، فانت بتعمل كده وبتشيك هل الكلام ده زي ده ولا مش زيه. تالت حاجه من التشيكينج اللي هو تشيك اجريجيتد موديل، عندك موديلز من الستراكشر، عندك موديل من مثلا المعماري بتخصصاته بام بي، بتحط الكلام ده كله على بعضه وبتعمل عمليه تشيكينج، تشوف الكلاشز، تشوف المشاكل وهكذا. التولز اللي احنا هنستخدمها في الكلام ده كله، طبعا في تولز كتيره جدا موجوده في السوق، لكن التولز اللي احنا هنشتغل عليها النهارده هي حاجه اسمها سوليبري. سوليبري ده طبعا اللينك بتاع الموقع واللينك بتاع اليوتيوب فيديوز مثلا لو انتوا عاوزين تستزيد. اشمعنى سوليبري احنا اشتغلناه؟ طب ما في حاجات تانية. انه سوليبري عامه متخصص جدا جدا في موضوع الايشيو مانجمنت او الايشيوز عامه، مش مجرد كلاش ديتكشن، لا، البرنامج قوي جدا، ممكن يشوف لك او يشيك لك على حاجات كتير جدا. ممكن يشيك لك مثلا على مسطحات، لو انت عندك مثلا مبنى وعاوز تتاكد ان كل المناور اللي في المبنى دي كلها ماشيه وفقا للايه، وفقا للقوانين، بيشيك لك على كل المسطحات. عندك مثلا مسارات هروب، يتاكد لك ان كل مسارات الهروب دي كلها مفتوحه، ما فيش حاجه مقفوله. يعني ما ينفعش مثلا نفترض كوردر مثلا عرضه مترين، في باب بيفتح على الكوردر، الباب مثلا عرضه متر و20، فانت عندك الفراغ المتبقي 80 والكوردر ده مثلا مسار هروب، خلاص. فهو يشيك لك على الكلام ده، يقول لك لا، خلي بالك ان ده ضد الايه، ده ضد قوانين الهروب، ضد قوانين الدفاع المدني. يشيك لك مثلا على ايه، مثلا نفترض ان الحوائط كلها مثلا عندك زونز بتاعت فاير ريتنج، الزون ده مثلا 3 ساعات، يشيك لك الحيطه مثلا دي كلها 3 ساعات، فيشيك لك على كل كومبوننت موجوده في الحيطه دي انها 3 ساعات. ما ينفعش تحط لي باب مثلا خشب في حيطه الفاير ريتنج بتاعها 3 ساعات. فالسوليبري قوي جدا 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 في المواضيع دي.
زائد ان عنده قدره عاليه جدا على الكلاسيفيكيشن، التصنيف. انت بتصنف، انت عندك المشروع نفسه بتصنفه او بتقسمه بمنتهى الدقه، منتهى الدقه. وانت عندك طبعا المعلومات طبعا جايه لك كلها من الاي اف سي، باستخدام الاي اف سي والانفورميشن الموجوده فيها انت عندك قدره انك تصنف الموديل الى اقصى درجه. يعني انت عندك، لو انت عندك مثلا الاستراكشر ستيل ده مرسوم بليفل اوف ديتيل مثلا 500، انت ممكن يجيب لك عدد المسامير الموجوده في المبنى كله ويصنفها لك كمان، ايه اللي موجود في الدور الاول والدور الثاني والدور الثالث، ويصنفها لك الى اقصى درجه. دي صوره من الايه، من السوليبري، بيوضح هنا مثلا افترض ده كلاش، بيوضح لك كلاش شكله ايه وهكذا. طبعا كل نقطه من نقاط المحاضره اللي احنا هنتكلم عليها دي احنا ممكن ممكن نقعد نشرح فيها مثلا عده محاضرات، لكن احنا النهارده دمجناهم في محاضره واحده وهنتكلم فيهم مره واحده. طبعا الكلام ده هيكون فيه كميه معلومات كبيره، لكن انا بحاول بقدر الامكان ان انا يعني اتكلم بس في الخطوط العريضه بس، مش هدخل في ايه بعمق. ففي كل حاجه هنتكلم على الورك فلو والبروسيس اللي بتتم في كل حاجه من الحاجات دي كلها. ايه الورك فلو والبروسيس اللي بتتم مثلا في اول مرحله اللي هو الاوبن بين كوردينيشن؟ اول ما بتستلم المودلز من السب كونتراكتور بتعمل لها عمليه كلاسيفيكيشن، بتصنفها، بتقسمها معماري، انشائي، الكتروميكانيكال. الكتروميكانيكال ممكن تقسمه تحت، يعني تحت منه 10 اقسام. المعماري ممكن تقسمه كذا قسم، كيرتن مثلا، كيرتن وول، فول سيلينج وهكذا. تاني حاجه بتعمل رولز. ايه الرول دي؟ الرول دي زي الايه، انا بعمل زي قانون، او بعمل يعني مثلا اقول له ايه، اعمل رول هات لي كل الكلاشز اللي موجوده ما بين الكلاسيفيكيشن بتاع الضغطات مع الكلاسيفيكيشن بتاع الكيرتن وول مثلا. فده الرول. الرولز الموجوده في السوليبري ممكن ما لا يقل عن 60 70 رول، انا بختار منهم واحد واغير فيه شويه بحيث انه يتناسب مع متطلباتي. ثالث حاجه كرييت برزنتيشن. البرزنتيشن دي ده عباره عن ايه؟ ده انا دلوقتي عايز اعمل ايشوز اطلعها مثلا للايه، للمقاول بتاع الايه، الكتروميكانيكال. فبعمل برزنتيشن خاص بالالكتروميكانيكال زي فولدر كده، ده هيروح للالكتروميكانيكال بس. تاني رابع حاجه اعمل موديل تشيك. دلوقتي هعمل تشيكينج ما بين الايه، ما بين الموديل سواء كان الكتروميكانيكال المعماري، اعمل موديل تشيكينج واطلع كل الايه التعارضات، هراجع التعارضات دي كلها. اي تعارض من التعارضات دي انت ممكن تصنفه على ان هو يكون ايشيو، ان هو مشكله، انا بقول له لا دي مشكله، فياخد المشكله دي بيحطها في الايه، في البرزنتيشن او في الفايل اللي هيروح للسب كونتراكتور اللي انت المعنى بالموضوع. وبرضه هنعمل كرييت ايشوز فروم فيجوال تشيك، برضه هنعمل فيجوال تشيك، مش لازم يكون كلها رولز. بعناية كده هبص هنا في مشكله، هنا في كذا، هنا في كذا. بعد كده هعمل شير ايشوز، الكلام ده كله هعمل شيرنج دي، هبعته للاطراف المعنيه. خلاص ده اول حاجه. نبص بقى عمليا الكلام ده بيتم ازاي في السوليبري. هنفتح السوليبري مع بعض. السوليبري ده السوليبري. انا دلوقتي عند الموديل ده، الموديل ده بتاع مدرسه، خدته من جميع الاطراف المشتركه في المشروع زي المعماري، زي الانشائي، زي الالكتروميكانيكال. هو بيتصنف عامه ثلاثه، اركتكتشرال مثلا، ام اي بي، استراكشر. احنا قلنا ايه اول حاجه هنعمل تصنيف، هنروح هنا في الكلاسيفيكيشن. خلاص كلاسيفيكيشن هنا انا بصنف، بقول له افصل لي كل المعماري، افصل لي كل الاستراكشر، افصل لي كل الالكتروميكانيكال. انا فصلت دلوقتي جميع الاطراف. طبعا ده مثال بسيط جدا، انا عندي قدره ان اصنف الى اقصى درجه. فالمهم صنفت الكلام ده. ده تاني خطوه. ثالث خطوه عملت رولز. بالرولز عملت رول وسميته
architectural versus MEP. عملت الرول دي وقلت له ده عبارة عن ايه الرول دي؟ عبارة عن clash هنا شين ماشي. قلت له الرول ده عبارة عن clash ما بين المعماري وبين الانشاء. اعمل الرول ده. بعد كده هروح للكوميونيكيشن ده هعمل برزنتيشن. البرزنتيشن ده هيكون موجه لمين؟ للام اي بي سب كونتراكتور. هقول لهم ادي الام اي بي سب كونتراكتور لو سمحت ده الكلام ده هيكون موجه ليك. ده ثلاث رابع خطوه هعمل تشينج. خلاص انا دلوقتي عندي الاركتكشرال فيرسز ام اي بي موديل هعمل له ايه؟ هعمل له تشيك موديل. بعد ما اعمل تشيك موديل هيطلع لي كل الكلام ده معايا. كل دي مشاكل بتطلع لي. بفتحها ماشي زي كده مثلا. دي مشكله خلاص بشوفها ايه دي عباره عن ايه؟ يعني عباره عن تعرض مثلا ضغط مع حيطه. هل دي ترقى انها تبقى مشكله ولا ممكن اتخطاها؟ بقت مشكله خلاص هقول لهم او اقول له اد سلايد الكلام ده كله صنفه على انه مشكله. خلاص هنصنف دلوقتي على انها مشاكل. هتروح على الكوميونيكيشن كل المشاكل اللي عندي هتطلع لي الناحيه دي وهكذا. ادي المشكله عندك بالنسبه لك. مشكله رقم واحد، مشكله رقم اثنين، مشكله رقم ثلاثه، مشكله جواها كلام اللي هو ايه؟ مثلا ده عباره عن انترسكشن بتوين داكت فيتنج اند روف عباره عن كذا. انا ده هيكون موجه مثلا للسب كونتراكتور، انا عايزه يوم كذا. كل المعلومات الخاصه بيها بحطها. بس ده الموضوع ببساطه جدا. موضوع سوليبري ان انا اخد الموديل من جميع الاطراف المعنيه اعمل عليها عمليه تشيكنج هطلع منه كل المشاكل وبعد كده هبعتها للسب كونتراكتور. كده خلصنا اول حاجه الاوبن بيم كوردينيشن اند تشيكنج تولز باستخدام سوليبري. انت ممكن تعمل الكلام ده كله باستخدام ريفيت، ممكن تعمله باستخدام اركيكاد، ممكن تعمله باستخدام النافس ورك. لكن احنا النهارده اتكلمنا على سوليبري لان احنا بنتكلم على الاوبن بيم وهو سوليبري كويس جدا في موضوع الاوبن بيم ان انت تتكلم او بتاخد موديلز من اطراف كتير. تاني حاجه او تاني نقطه هنتكلم فيها النهارده كلاود بيزد ايشيو مانجمنت تول. انت دلوقتي خلاص خدت ايه او طلعت كل المشاكل عندك مثلا ما لا يقل عن 100 ايشيو مثلا او 200 لجميع الاطراف الموجوده بتاعه المشروع ستراكشر architectural MEP وهكذا. مطلوب منك دلوقتي ان انت تتواصل معاهم وتبعت لهم الكلام ده وهم يردوا عليك ويبعتوا لك ردودهم سواء عدلوا او رفضوا التعديل او عملوا مثلا وجهوها لاطراف تانية. هو ده ملخص الايه العمليه اللي احنا هنتكلم عليها دلوقتي. ايه التولز اللي احنا هنستخدمها النهارده في الموضوع ده؟ اول تول اسمها بيم كولاب، ثاني تول اسمها بيم سينك، ثالث تول اسمها سوليبري. سوليبري اللي احنا اتكلمنا عليه ماشي. البيم كولاب ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج خلاص او عباره او مش برنامج، عباره عن كذا برنامج. في منهم حاجه في الكلاود، ممكن في عندك حاجه ممكن تتسطب عندك على الجهاز. بس هو ميزه البيم كولاب ان هو يعني قوي جدا في موضوع البي سي اف. البي سي اف اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي البيم كولابوريشن فورمات، ان انت عندك كل المشاكل دي بيحولها البي سي اف، والبي سي اف دي تروح لكل السب كونتراكتورز بحيث انها تبقى مشاكل والسب كونتراكتور يردوا تاني للبيم كولاب وهكذا، بحيث انه يكون نقطه مركزيه او مركز الدايره اللي الكل بيلف حواليه. بيم سينك ده عباره عن بلاتفورم ابلكيشن، ده على الكلاود برضه. ده انت بترفع عليه برضه مودلز وتعمل نافيجيشن فيه، تشوف المودلز، تشوف البروبرتيز. طب ايه المهم فيه في موضوع الايشو مانجمنت؟ المهم فيه ان انت دلوقتي كل الايشوز اللي انت طلعتها من السوليبري ممكن تعمل سنكرونايز ليها مع البيم سينك. البيم سينك ده عباره عن كلاود بيزد، على طول بيجي لك المشاكل. ممكن تنزل البيم سينك ده على الموبايل بتاعك، وممكن وانت قاعد تلاقي مثلا واحد باعت لك مشكله على الموبايل بتاعك على طول هيبان لك، وهيبان لك ان الكلام ده
في المكان الفلاني، على الموبايل، على التاب، على التابلت، على جهاز الكمبيوتر، على اي شيء، بحيث يكون يسهل التواصل. طبعا كل اللينكات دي خاصه بالايه، بكل عنصر من العناصر دي، سواء كان موقع، سواء كان توتوريالز، سواء كان اي حاجه. ده الشارت ده بيوضح علاقه البيم كولاب بالبرامج اللي حواليه. انت عندك دلوقتي مثلا تيكلا، عندك ريفيت، عندك اركيكاد، عندك سوليبري، كل ده، كل واحد من دول، كل المشاكل اللي فيه او اي كومنتات فيه، انا عايز اتواصل مثلا، انا كاركيكاد عاوز اتواصل مع الريفيت، برفع الكومنتات بتاعت على البيم كولاب، والريفيت بياخدها من بيم كولاب، ارفع هنا وده يوصل الناحيه دي. طب الريفيت للنافس، لا بلاش النافس عشان هم كلهم مع بعض، الريفيت مع السوليبري، السوليبري يرفع الايشو اهو هنا يوديها للريفيت، الريفيت مثلا يعدل الموديل، يرفع هنا الرد بتاعه، ده يروح للسوليبري، وهكذا. عباره عن كلاود بيز ماشي موجود في النص، وكل البرامج دي كلها حواليه. الورك فلو اند بروسيس، ايه هو الورك فلو بتاع الكلاود بيز ايشو مانجمنت تول؟ اول حاجه، انت موجود في السوليبري خلاص، عملت ايه؟ استخدمته ان انت تطلع كل الايشوز بتاعتك، طلعتها زي ما شفناها في الخطوه رقم واحد ماشي. بعد كده يوز بين كولاب تو سورت اوت ذا ايشوز، هنمسك الايشوز دي. اول حاجه هنعمل سنكرونايز مع البين كولاب، هنرفع على البين كولاب كل الايشوز اللي انت طلعتها ايا كان عددها. هنشوف الكلام ده، هنشوفه مع بعض النهارده. خلاص رفعنا مثلا نفترض 100 ايشوز، 200، 300، ايا كان، هنرفعها على الكلاود خلاص، وكل ايشو ليها ستيتس، وكل ايشو موجهه لشخص معين، وهكذا. كل ده موجود على البيم كولاب كلاود خلاص. هنستخدم البيم كولاب فور كوميونيكيشن وذ اوثرنج تولز. انا دلوقتي مثلا عندي مشكله في الريفت، او عندي مشكله مع الشخص اللي عمل الموديل في الريفت، سواء كان معماري انشاء ايا كان، برفع الكلام ده على البيم كولاب. البيم كولاب بيبعت مسج او ايميل او نوتيفيكيشن على الموبايل، على الايميل، على اي شيء، ان للشخص المعني خلي بالك في الطرف ده او الشخص ده بعت لك ايشيو موجود عندي. فبيفتح الريفت ويعمل سينكرونايز مع الريفت، الفايل ده بيجي عنده في الايه، في الريفت كبي سي اف فايل، بيشوف الايشيو، بيقراها، عباره عن ايه، 1 2 3، بيدوس على دبل كليك، بتروح على طول دايركت على اللوكيشن اللي انا مطلعه في الاي اف سي، فين؟ في السوليبري. انا كمهندس مثلا مسؤول مثلا في الريفت، هعدل التعديل ده، بعد ما اعدله هكتب كومنت مثلا تم تعديل مثلا الضغط ايا كان، هعمله وهعمل سينكرونايز مع البيم كولاب، هيروح للبيم كولاب تاني، البيم كولاب هيبعت نوتيفيكيشن للشخص اللي هو كان عامل المشكله او اصدر المشكله، هيشوفها ويتاكد انها اتقفلت. لو اتقفلت خلاص بيقول كلوزد. البيم كولاب نفسه عنده جواه، عنده زي احصائيات، بيشوف لك كم ايشو مفتوحه، كم مقفوله، كم ان بروجريس، وهكذا. دي الخطوه رقم 3. الخطوه رقم 4 يوز بيم سينك فور اذر بروجكت كوميونيكيشن. البيم سينك برضو ده عباره عن زي ما قلنا بلاتفورم كلاود او كلاود بلاتفورم، انت بترفع عليه كل المودلز، والمودلز دي كلها انت بتعمل نافيجيشن فيها، بتشوف المعلومات. بس اهم حاجه فيه ان الايشوز اللي انت رافعها بتعمل لها عمليه سينكرونايزيشن مع البين كولاب ماشي، ومع السوليبري، فانت بالتالي هتلاقي على طول الايشو دي موجوده عندك. ده ملخص بسيط قوي لعمليه اداره المشاكل في الكلاود ماشي. نبص عليها فين بقى الكلام بيتم ازاي. هنروح للسوليبري. اول خطوه اللي احنا اتكلمنا فيها، جبنا المودلز من كل سب كونتراكتور، عملنا لهم مش كلاش ديتكشن، عملنا رولز، شفنا المشاكل اللي فيها، عملنا الايشوز دي، طلعنا الايشوز دي خلاص. الايشوز دي عندي، محدش شايفها غيري انا. بعمل ايه؟ بروح هنا اقول له أه
بقى اعمل سينكرونايز للكلام ده كله او ابعت للكلام ده كله مثلا في البيم كولاب في السايت ده. انا في البيم كولاب بكون رايح عامل اكاونت خاص بيا، الاكاونت دخلت فيه عملت مشروع خاص بيا دخلت فيه وهكذا. اقول لو انا اخترت ده مثلا، هو بيعمل دلوقتي كونكتنج سيرفر، سيرفر بيشوف الموضوع ده فين. المهم لما هيفتح هتلاقي هنا اسم المشروع اللي احنا بنتكلم فيه، خلاص هدوس عليه واقول له اوكي. هيعمل سينكرونايزيشن للايشوز دي، هيرفعها فين؟ هيرفعها على البيم كولاب. في البيم كولاب انا اوريدي حاطط كل الاطراف بتاعت المشروع هناك، وحاطط فيها وحاطط فيهم الكونتاكت بتاعتهم. بمجرد ان اروح لهم بيم كولاب هيبعت نوتيفيكيشن لكل الاطراف المعنيه، يا جماعه في مشاكل او في ايشوز جت بخصوص المشروع الفلاني شوفوه. انا هعالج الكلام ده كله لانه هياخد وقت. المهم هنروح هنا فين؟ على البيم كولاب. ده البيم كولاب كلاود. البيم كولاب فيه كذا حاجه، فيه كلاود، في زوم، في برو. المهم كلاود ده اللي هو عباره عن موقع على النت، انا فاتح فيه مثلا عملت اكونت ماشي، وعملت اسم المشروع بتاعي اللي هو التكنيكال سكول خلاص، وعملت سينكرونايزيشن للمشاكل اللي انا طلعتها في السوليبري. ثلاثة نوع، دي مشكله رقم واحد، المشكله رقم اثنين، المشكله رقم ثلاثه، اربعه، وهكذا. خلاص المشكله دي متوجهه لفلان، شخصيه معينه، assign to فلان. فلان ده اوريدي عنده إيه، انا حاطه ناحيه، فبيروح له نوتيفيكيشن ان في ايشو خاص بيك شوفها مثلا. فهو على اما يفتح مثلا الريفت اللي عنده او التكلا او الارك كاد ويعمل سينكرونايز للكلام ده كله مع البرنامج بتاعه ويشوف. ده حاجه. تاني حاجه مثلا نفس الكلام، لو انا هنا في السوليبري نفس الكلام بعمل سينكرونايز، بس هعمل سينكرونايز مع البيم سينك. البيم سينك اللي هو ده، انا دلوقتي في البيم سينك عملت عليه ايه؟ عملت عليه ابلود للموديل، نفس المودلز اللي انا شغال عليها. خلاص هنا الايشوز اللي انا بتكلم فيها، كل الايشوز اللي انا طلعتها من سوليبري طلعت لك اهو على طول دايركت. ايشو ده عباره عن ايه؟ عباره عن كده، افتحه يجيبه لك على طول دايركت، هو ده الايشو. او هنا يوديك في نفس المكان بالظبط. انت هنا الايشو مثلا ده شايف انه غلط، شايف انه صح، ايا كان عايز تعلق عليه بتعلق علينا اهو، وتعمل سينكرونايز ليه تاني مع البيم كولاب وهكذا. البيم كولاب نفس الكلام بيعمل نوتيفيكيشن للاطراف المعنيه وهكذا. المهم ده حاجه. انت بقى في البيم كولاب عندك الايه؟ عندك المودلز دي، عندك الجزئيه دي. الجزئيه دي عباره عن ضغط متعارض مع عمود، انا عايز ابعته للشخص المعني اللي هو مثلا مهندس الكتروميكانيكال اللي شغال على الريفت. المهندس ده هيجي له نوتيفيكيشن على الايميل بتاعه، على التاب، على اي شيء، ان في مشكله عندك ادخل تشوفها. هيعمل ايه؟ هيفتح الريفت بتاعه. قابل الريفت. بيم كولاب عامله كونكتورز كلها فري، بحيث انك تحطها وتسطبها تبقى داخله على الريفت. تمام. انت لو عملتها وسطبتها هيجي لك هنا قائمه اسمها بيم كولاب، خلاص تقول له بي سي اف مانجر، هيفتح لك الكلام ده، تقول له سينكرونايز، هيعمل سينكرونايز، هيطلب منك اليوزر نيم وباسورد بتاع اللي انت عامله في البيم كولاب، هينزل لك كل الايشوز اللي هي طلعت لك. منين الايشوز دي؟ طالعه لك من السوليبري ومعمول لها سينكرونايز مع البيم كولاب، والبيم كولاب بعت لك نوتيفيكيشن وانت دلوقتي بتعمل سينكرونايز مع البيم كولاب. خلاص عاوزين مثلا ده عباره عن ايه؟ دبل كليك عليه راح لك على طول نفس المكان اللي انت طلعته من السوليبري. خلاص ووجهه لك على طول. ده عباره عن ده، استنى بس افتح بس
ريفيت لينكس. ده نفس المكان بالظبط اللي هو طلع من هناك. ايه المشكله؟ بيقول لك مثلا الضغط ده متعارض مع العمود او متعارض مع الجليزنج. انت دلوقتي بتعمل ايه؟ بتمسك الضغط ترفعه او تغير مساره او تعمل فيه اي شيء او تحل المشكله عامه. حليت المشكله خلاص، تيجي هنا على نفس المشكله، دبل كليك عليها، تعمل كومنت، تعمل سناب شوت للجزء المعدل خلاص، تعمل سنكرونايز للمشكله البيم كولاب. بيم كولاب يبعت نوتيفيكيشن للشخص اللي رفع مشكله، الشخص اللي رفع المشكله يدخل يشوفها ويتاكد انها اتعدلت ويدي مثلا يحط لها كلوزد. فالبيم كولاب يقول لك الايه الايشو دي اتقفلت. طبعا الكلام ده كله بيتم بين اطراف مش شايفين بعض، يعني ممكن يكون في بلاد مختلفه، واحد في السعوديه والتاني في مصر والتالت ما اعرفش فين. كل دول اطراف مختلفه لكن كلهم عندهم قاعده مشتركه اللي هو الاوبن بيم، كلهم مشتركين في حاجه واحده، وكله يعني ايه في عمليه ربط كامله او تحكم كامل في الكوميونيكيشن بينهم عن طريق الاوبن بيم. وحكايه ان واحد شغال على ريفت، واحد شغال على تيكلا، واحد شغال على مثلا اركاد، الكلام ده كله ما بيأثرش. انت شغال اوبن بيم، كل الحواجز كلها اتلغت. انت مش مقيد لا بفايل فورمات ولا مقيد بشيء، الدنيا كلها انت متحكم فيها. ده باختصار البروسيس نفسه، اللي انت سوليبر الاول بتشيك على المودلز، تاني حاجه بتبعتها بيم كولاب بيعمل سورت اوت ايشوز، بعدين بيم كولاب بيعمل كوميونيكيشن ما بين الاطراف او الاوثرنج تولز اللي هي البرامج اللي هي اللي طلعت المودلز، وفي نفس الوقت البيم سينك ده انت بتستخدمه. لو انت رحت شفت معلش تاني هنا، دلوقتي رحنا على البيم كولاب كلاود، شوف هنا الاحصائيات، هنا كل دي احصائيات خاصه بالايشوز نفسها، يعني اوبن بير مايلستون، ايشوز بير ستيتس، اوبن بير اريا، وهكذا. كل دي احصائيات انت تدخل تشوف فيها مثلا مشكله في المشروع، 200 مشكله، مش مشكله بلاش مشكله، ممكن كومنت، ملاحظه، اي كان يعني، وعندك موجوده فين وادي الاحصاءات الخاصه بيها. ماشي، احنا كده ايه خلصنا النقطه رقم 2. اول نقطه اتكلمنا فيها، اتكلمنا على التشيكينج بتاعت الموديل. تاني نقطه اتكلمنا على ايه، على الايشيو مانجمنت. تالت نقطه هنتكلم فيها على السكادولينج او الفور دي. اول حاجه بنشوف قبل ما نتكلم على البرنامج اللي احنا هنشتغل عليه، هنشوف ايه هي الفوائد بتاعت الفور دي. هتكلم عامه، مش لازم مش نقطه نقطه يعني، بس هتكلم عامه على الفوائد. الطريقه التقليديه دلوقتي، انت دلوقتي شغال في شغل التخطيط وشغل البلاننج، انت شغال على البرامبيرا، شغال على مايكروسوفت بروجكت، شغال على اي برنامج خاص بالتخطيط، كله شغال ورقي، مفيش حد شايف حاجه غير مهندس التخطيط، هو اللي فاهم هو بيعمل ايه. وفي نفس الوقت مهندس التخطيط برضه رؤيته نوعا ما قاصره، لان هو مش شايف الموقع ماشي، فبيعمل اخطاء. الاخطاء دي بيتم اكتشافها فين؟ اثناء التنفيذ، اثناء ان اي غلطه بتكلف فلوس وبتكلف وقت. وفي نفس الوقت هو نتيجه ان هو بيكون مركز على حاجات معينه، في حاجات تانية هو مش شايفها، يعني مثلا حكايه حركه المعدات، ممكن مثلا الاعمال اللوجستيه بتاعه المشروع، اماكن مثلا اللي هي الايه، اماكن المخازن والمستودعات، مسارات الحركه بتاعه المعدات، الحاجات دي كلها هو مش شايفها خلاص. فممكن ما حدش ياخد باله منها الا اذا كان عنده خبره عاليه. بس في حاله مشروع ضخم ومترامي الاطراف، فالموضوع ده صعب جدا. وبيتم اكتشافه فين؟ بيتم اكتشافه في المشروع اثناء التنفيذ. وفي نفس الوقت لو انت عملت البرنامج ده وبعته لمهندس التنفيذ او الكونستراكشن مانجر عشان نراجعه،
الراجل ما كنتش مركز قوي مع الورقيات دي، هو الراجل عنده حاجات تانية كتير قوي يهتم بيها في المشروع، سواء كان عمال، معدات، ماتيريال، الحاجات دي كلها هي اللي شغله تفكيره، ومش هيقعد يتعب نفسه او يدخل بقى في اعماق الورق والجانت تشارت والمعرفش ايرنت فاليو اناليسز والمعرفش الكلام ده كله اللي هو متخصص قوي. فمش هي ايه مش هيكون ليه انبوت عالي. هيكون ليه انبوت ده في امتى بقى؟ اثناء التنفيذ. هقول لك الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده هيتغير وهيبقى كذا، ماشي؟ لكن في موضوع بقى ان انت استخدام الفور دي في البيم، لا، انت الكلام ده كله موجود عندك كسيميوليشن خاص بالمشروع. انت كل حاجه شايفها قدامك. فالمشاكل اللي انت كنت هتقابلها اثناء التنفيذ انت دلوقتي بتقابلها فين؟ قبل التنفيذ. وفي نفس الوقت انت عن طريق السيميوليشن ده انت بتتواصل مع الاطراف المعنيه، سواء كونستراكشن مانجر، سايت انجينيرز، بروجكت مانجر، ايا كان الناس دي كلها، وبتاخد منهم انبوت، لان هم دلوقتي بيشوفوا الدنيا على طبيعتها. هتعرف فعلا تاخد انبوت، هيقول لك لا الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده متعارض مع ده، الكلام ده كذا، الكلام ده كذا. فبالتالي انت عندك قدره على التعديل عاليه جدا وانت لسه على البر، قبل ما تدخل في المعمعه، وقبل لما كل حركه هتكلف فلوس وقت. البرنامج اللي احنا هنستخدمه في الموضوع ده برنامج اسمه سينكرو. سينكرو ده عباره عن برنامج زي البريمافيرا، ماشي، وزي المايكروسوفت بروجكت، هو بالظبط زيهم. يعني هو بيعمل سكادولينج، بتحط فيه ريسورسز، بتحط فيه تكلفه، بتعمل عليه اناليسز. اوكي، ممكن ما يوصلش طبعا لمرحله البريمافيرا، برنامج متخصص وقوي جدا. ممكن برضه نفس الكلام، ممكن ما يوصلش قوي للمايكروسوفت بروجكت، لكن هو برنامج قوي. خلاص، انت لو عاوز تلغي السيميوليشن، ماشي، عايز تلغي الكلام ده كله اللي هو كسيميوليشن وعاوز تشتغل عليه كتخطيط فقط، عندك قدرة انك تشتغل عليه كتخطيط فقط. خلاص، عايز تشتغل في انك تدخل البعد الرابع وتعمل فيه سيميوليشن، ده الفل، هيشتغل معاك ويطلع احلى شغل. اللينكات دي، ده اللينك بتاع الويب سايت، وده لينك اليوتيوب لو توتوريال او اي شيء او تتفرج عليها وتشوف الدنيا شغاله ازاي. الورك فلو اند بروسيس، انا دلوقتي عايز اعمل سيميوليشن، هعمل ليه؟ طبعا ده ملخص شديد. يعني اول حاجه بعمل امبورتنج للسكادول. زي ما قلنا السينكرو ممكن يعمل سكادولز. طب نفترض ان المشروع شغال ببريمافيرا، المشروع شغال بمايكروسوفت بروجكت، خلاص يعني مش هعرف استفيد. لا، انا ممكن اعمل امبورت للملفات بتاعه البريمافيرا، امبورت للملفات بتاعه المايكروسوفت بروجكت عندي في السينكرو، خلاص احطها عندي وخلاص كده وفرت نص المجهود. يعني السينكرو عباره عن قسمين، اول قسم سكادولينج، ثاني قسم سيميوليشن. قسم السكادولينج خلاص انا مش هشتغل بالسينكرو، انا هاخده جاهز منين؟ من البريمافيرا، او هاخده جاهز من المايكروسوفت بروجكت، خدنا جاهز في الامبورتنج سكادول. تاني حاجه هنعملها امبورتنج مودلز، هعمل امبورت لمودلز اي اف سي. كل كلامنا اي اف سي، ماشي، اي اف سي، بحيث ان هو بيتكلم مع اوبن بيم. دخلنا الاي اف سي، دخل الاي اف سي، هنعمل ايه؟ هنعمل 4 دي لينكينج بروسيس، اساينينج ريسورسز تو تاسك. عندك 100 تاسك، 200 300، وعندك ريسورسز، ريسورسز اللي هي مكونات المشروع، شبابيك، حوائط، اسقف، ايا كان. بمسك كل ريسورس، كل اليمنت، امسكه احطه في الايه، في المكان بتاعه، او اعمل له عمليه لينكينج مع الايه، مع التايم سكادول بتاعه. فايده بقى الايه، فايده اللي هو الاي اف سي ايه، او المودلز اللي انت، فايده المودلز اللي انت جايبه ان هو جاي بكميه انفورميشن عاليه جدا. فانت باستخدامك الانفورميشن دي انت بتعمل، تعرف تعمل عمليه تصنيف او كلاسيفيكيشن جوه السينكرو برضو عاليه جدا. فانت عشان تعمل عمليه لينكينج للاليمنت دي وتربطها بالتاسكات او بتربطها بالتاسكس الموجوده في السكادول، تبقى عمليه سهله جدا.
ممكن تعمل مثلا رول تقول له مثلا كل الحوائط اللي في الدور مثلا الاولاني تروح مثلا التاسك بتاع الحوائط الدور الاولاني، كل حوائط الدور الثاني تروح لحوائط الدور الثاني، رول واحده لكل المشروع اللي نفح السحاب 50 دور مثلا او 100 دور ايا كان، في خطوه واحده ينقل كل الكلام ده او يعمل لينكينج للكلام ده كله دايركت مع السكادول. فدي النقطه رقم ثلاثه. ثالث حاجه كريت نيو تاسكس، انت دلوقتي عندك تاسكات جايه مثلا منين؟ جايه من برنامج البرامافيرا، هل ده كتاب مقدس مش هتعرف تغير فيها؟ لا، انت ممكن تزود تاسك، ممكن تقل تنقص تاسك براحتك. النقطه اللي بعديها كاستم ريسورسز ابييرنس بروفايل ويز جروث سيميليشن، انت دلوقتي عندك ايه؟ عندك الايتيمز دي بتظهر لما يجي عليها تايم سكادل بتاعها، يعني مثلا الشهر الجاي مثلا هيتم صب بلاطه الدور العاشر، فانا دلوقتي في التايم في السيميوليشن بتاعي لغايه دلوقتي البلاطه دي مش ظاهره، لكن الشهر الجاي لما احرك اللي هو اللي هي الخط بتاع التايم الفوكس تايم هيبدا ظهور البلاطه معايا في بدايه الشهر الجاي. هتظهر ازاي؟ هتظهر مره واحده ولا تظهر مثلا من اليمين للشمال من الشمال لليمين ايا كان ظهورها ازاي؟ انت بتتحكم فيها وعلى حسب الموقع، يعني انت مثلا دلوقتي بتصب مثلا بلاطه كبيره بتصبها مثلا من اتجاه الشمال للجنوب او بتقسمها ل 10 كونستراكشن جوينت، كل كونستراكشن جوينت بتصب مثلا في تاريخ معين، ده اللي هو اسمه ايه؟ ابييرنس بروفايل. انت بتتحكم في ظهور العنصر على الموديل لما بيوصل للتايم بتاعه. 3 دي سب ديفيجن، انت بتقسم العنصر لعده ايه؟ لعده سب ديفيجن، عمود كبير انت هتصبه على ثلاث حطات، فانت بتقول حطة الاولى حطة الثانيه حطة الثالثه، مش لازم تروح للموديل الاساسي وايه وتقسم العمود، انت ممكن تقسمه دايركت فين؟ في السينكرو. نفس الكلام البلاطه، عندك بلاطه مسطحه 1000 متر مربع طبعا مش هتصب مره واحده، هتقسمها كونستراكشن جوينت 10 15 ايا كان، فانت التقسيم ده كله بتقسمه فين؟ في هنا في السينكرو. ادينج اكويبمنت، عندك اكويبمنت معدات تاور كرين موبايل كرين ايا كان حفرات، الكلام ده كله بتضيفه، الكلام ده مش مجرد شكل جميل، لا مهم جدا، لان مسار المسارات بتاعتهم ممكن تتعارض مع اكتيفيتي ثانيه، يعني ممكن مثلا مسار الموبايل كرين وهو بيركب الكيرتن وول بيتعارض مثلا مع اكتيفيتي ثانيه، الكلام ده كله انت مش هتشوف في الجداول ابدا، انت هتشوفه على الطبيعه، هتشوفه لما بيكلفك وقت وايه وتكلفه، لكن دلوقتي انت بتشوفه على السيميوليشن وهو الموضوع لسه على البر. Adding 3D object يعني زي الكربونات زي المستودعات الكلام ده كله. 3D bus for equipment، بنعمل مسارات حركه لجميع الاكويبمنت الخاص بالمشروع، سواء كان تاور كرين موبايل كرين حفارات لوادر ايا كان. وبعدين 4D animation، بنعمل عمليه انيميشن. ده فيديوهين انا جايبهم، بس قبل الفيديوهين نبص بص على الايه؟ على السينكرو عشان نشوف هو بيتكلم فيه. ده السينكرو خلاص، زي ما احنا شايفين هو الجزء الفوقاني ده عباره عن الجدول بتاع التاسكات بالاضافه للجانت تشارت. الجزء ده عباره عن مثلا ريسورسز 3 دي اوبجكت وهكذا. الجزء ده بروبرتيز الخاصه بالتاسك ايا كان، وكل بروبرتيز متقسمه لعده اقسام، والجزء اللي تحت ده اللي هو الجزء اللي هو عباره عن الايه الموديل نفسه. انت ممكن تعمل نافيجيشن فيه بمنتهى السهوله خلاص وهكذا. كل حاجه من دي ليها ايه؟ عباره عن ريسورس، وفي نفس الوقت الريسورس ده راح فين؟ راح في التاسك، والتاسك ده فين؟ ليه وقت معين. هنا مثلا تقول له بلاش هنا وقت الفلاني. المهم لو انت عملت عمليه سيميوليشن او حركت ده كده اهو، ثانيه واحده
شكلي كده فتحت ملف تاني. ماشي، فايل اوبن. ده مثلا هنمسك اللي هو الفوكس تايم ده، هنحركه ونشوف الموديل بيتحرك معانا ازاي. مثلا ده بيتحرك معانا القواعد، الاستراكشر ستيل وهكذا، البلاطات. طول ما انا بحرك ده بيتحرك معايا. فده عمليه ده السيميوليشن عامه. طبعا ده بيتعمل ازاي؟ ان ده عباره عن اوبجكت ليه ريسورس، بعمل له لينكينج مع التاسك. التاسك بيكون له ستارت ديت واند ديت وهكذا. ده الموضوع بمنتهى البساطه، بحيث ان انت تتحكم او بتعمل عمليه سيميوليشن للمبنى اثناء التنفيذ. نرجع تاني للبرزنتيشن. ده عباره عن حاجات معموله بالسينكرون، بص عليها بصه. زي ما احنا شايفين طبعا حركه المعدات والكلام ده كله، الكلام ده كله ما يبانش ابدا ابدا على الجداول ال 2 دي. واتجاه الصب واتجاه الشغل نفسه. ده فيديو تاني، انا بس مش هشغله كله، انا هشغل جزء منه عشان عاوز اوضح فكرة بس معينة. هو نفس يعني الفكرة بالظبط، بس انا عاوز ان اوضح حاجة. هنا مثلا بيعمل عملية سيموليشن يوضح الفرق ما بين البيس لاين وبين الاكشوال. ادي المشروع مفروض كان يبقى كده، بقى كده. فبتعمل عمليه كومبارسون على طول ما بين الاثنين. دي رقم واحد، ده اللي انا كنت عايز اوضحه. رقم اثنين، وانت شغال الموضوع مش مجرد سيموليشن بس، لا، انت هنا مثلا بتحط جدول بتاع البلانز، البلان فيرسز اكشوال كوست. انت عندك الاكشوال كوست بتاعك كان ايه، وعندك البلان كوست كان ايه، وهكذا على مدى عمر المشروع. وانت بتحرك الجزء ده اللي هو الخط الزمن، وانت بتحرك هنا اهو، انت عارف ان اهو البلان كوست ايه والاكشوال كوست هنا. تتحرك كده اهو وهكذا. ماشي، في اي لحظه زمنيه انت عارف انت دلوقتي الاكشوال كوست بتاع المشروع كام، وكان المفروض يبقى كام. نفس الكلام هنا مثلا بتاع سكادول، مثال كونكريت كوانتيتيز. انا عايز اعرف كميه الكونكريت المستخدمه او المطلوبه في مثلا في التاريخ الفلاني.
هنا مثلا افترض ان انت عندك فيه كميه كبيره الناحيه دي، فانت ممكن تتواصل مع مصنع الخرسانه تقول له خلي بالك ان الشهر الجاي احنا طالبين مثلا، هنطلب منك مثلا 10,000 متر مكعب خرسانه، لازم تكون مستعد للايه، للطلبيه الكبيره دي. الكلام ده كله ظهر للكل، مش مدفون في المستندات والدوكيومنتس والكلام ده كله، لا كل الناس عارفه، كل الناس شايفه. وفي نفس الوقت هنا برضو الجدول اللي هو الجانت شارت موضح فيها ايه الحركه والسيميليشن هنا. بس هو ده اللي انا كنت عايز اوضحه في الايه، في الفيديو ده. كده خلصنا ايه، خلصنا الفور دي، خلصنا اللي هي الايشو مانجمنت، وخلصنا الموديلنج تشيك او تشيك موديلنج. هنتكلم دلوقتي على ايه؟ هنتكلم دلوقتي على الكوست استيميشن كوانتيتي كوف والكوست استيميشن. ماشي، ايه الفوائد بقى بتاع الكلام ده بتاع ال5 دي عامه؟ الفوائد بتاعت ال5 دي ان انا بعمل كميات دقيقه من المودلز واوتوميتد. يعني ايه اوتوميتد؟ ان انا بعمل او بعملها مره واحده، وعلى مدى عمر المشروع لما بيحصل تحديث الكميات دي بتحدث تلقائيا، مش مطلوب مني ان انا طول ما انا شغال احدث الكميات دي، هي بتتعمل مره واحده بس. تاني حاجه فاسيليتيت كولابوريشن، بسهل جدا عمليه الايه، التعاون ما بين كل الاطراف، كوميونيكيت كليرلي اند ترانسبيرنتلي، التواصل بيبقى واضح وشفاف، في شفافيه في التعاملات، كل حاجه واضحه وكل حاجه ظاهره قدام. التولز اللي بتستخدم ايه في الكلام ده كله، اول اللي احنا هنستخدمه النهارده، طبعا في تولز كتير جدا ما لهاش اول من اخر، لكن النهارده احنا هنستخدم التولز دي. هنستخدم سوليبري اللي احنا استخدمناه قبل كده، هنستخدم الاكسل. قبل ما نشتغل او بوضح بس مقارنه خفيفه ما بين الكوانتيتي كوف في الديزاين ستيج والكوانتيتي كوف في الكونستراكشن ستيج او الكونستراكشن فيز. في الديزاين ستيج نتيجه الدنيا فيها تغييرات كتير، ونتيجه ان انت لسه في مرحله التصميم، فالكوانتيتي كوف بيبقى جنرال. يعني ايه؟ ده بلاطه سلاب كونكريت، كم متر مكعب؟ مثلا 300. هنا كيرتن وول بس، متر مسطح، متر مسطح كيرتن وول، متر مثلا ب 10,000، يبقى عندك 20 متر يبقى 200,000، وهكذا. ده في مرحله الديزاين. في مرحله الكونستراكشن الموضوع مختلف تماما. انت عندك خلاص التغييرات اقل، وكل حاجه اتضحت، وكل حاجه اصبحت باينه. فبالتالي الكوانتيتي كوف بتتم فيري ديتيلد، يعني مفصله جدا. البلاطه العاديه دي تحولت الى هولو كور سلاب بري كاست، والكيرتن وول اللي هنا اللي هو كان بالمتر مربع، لا بقى فيه ديتيلز. انت عندك بتقيس ايه او بتحسب ايه؟ بتحسب الجليزنج، المقاس بتاعه بالقطعه. انت عندك 20 قطعه، كل قطعه ما اعرفش كم متر مربع وهكذا. عندك البروفايلز بتاعت الالومنيوم، عندك البروفايل قطع الف مثلا او قطع ايه، ده تم كذا، وده البروفايل قطع بي، او ده تم كذا، وده كم متر طولي، ده كم متر طولي، وهكذا. المهم في الكونستراكشن ستيج انت عندك الكوانتيتي كوف مفصله جدا عن الديزاين ستيج. احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ على الكونستراكشن ستيج. قبل ما ندخل في موضوع الكوانتيتي كوف عاوزين نعمل تعريفين صغيرين. ايه التعريفين؟ ايه التعريفات دي؟ اول حاجه، حاجه اسمها ريسورسز داتابيز. ايه الريسورس داتابيز؟ الريسورس داتابيز دي عباره عن زي الورك بريك داون ستراكشر، عباره عن بريك داون ستراكشر للاليمنتس الخاصه بشركه معينه. انا شركه مقاولات، خلاص عندي الريسورسز بتاعتي، ماتيريال بتاعتي، الاسعار بتاعتي، خلاص عندي مثلا المتر المسطح مثلا بتاع المباني بعمله مثلا افترض ب 200 جنيه، المتر ما اعرفش بتاع كذا ثمنه كذا. كل شركه بيكون عندها ريسورس داتابيز ثابته للشركه. ماشي، لما تروح شركه ثانيه هتلاقي ريسورس داتابيز حاجه ثانيه، لما تروح شركه ثالثه هكذا. السامبل بتاعها عباره عن حاجه زي كده. نفترض ان عندك ده المبنى،
more common foundation, structure, roof, وهكذا. Then enclosure and dividers, ده بتقسم لأقسام, ده متقسم لفساد, ده متقسم تحتي masonry. يعني masonry ده موجود تحت ده, اللي تحت ده, اللي تحت ده, اللي تحت ده. ده بيكون ثابت لكل شركة مقاولات, ماشي, وبتكون من ضمن أسرار شركة المقاولات. ده عندي resources database بتاعتي, خلاص. تاني حاجة, حاجة اسمها ايه, cost estimation breakdown structure. ده عبارة عن ايه, ده زيه بالظبط زي ال resource database, لكنه بيكون خاص بالمشروع, وبيكون وبيتم بناء على متطلبات المشروع, متطلبات المالك ايا كان. انا عند المشروع مثلا المالك عندي عايز يقسم المشروع زونات, عاوز يقسمه ادوار, عايز يقسمه كذا, فالتقسيمة مختلفة للمشروع. يعني ممكن تلاقي نفس المقاول عنده 10 مشاريع, فعنده 10 cost estimation breakdown. كل مشروع عنده ال cost estimation breakdown بتاعه, خلاص. وال cost estimation breakdown ده طبعا وفقا للمشروع, وفقا للمالك, وفقا لمتغيرات كتير. الاختلاف الاساسي بينه وبين ال resources database ان هو في اول حاجه ال cost, وفي total quantities. انا عندي بحط التوتال كوانتيتيز, وعندي اليونت برايس اللي انا عندي من الريسورسز بيطلع الكوست. اجمع ده, اجمع الكلام ده كله بيطلع لي ايه, تكلفه مثلا الحوائط. اجمع ده يطلع لي كذا, اجمع ده يطلع لي كذا, اجمع ده يطلع لي في اخر ايه, قيمه المشروع. دي تعريفات اساسيه كنا المفروض نعرفها قبل ما ندخل في الايه, في ال 5 دي. الفكره بقى في ايه, انت دلوقتي عندك موديل وانت بتطلع منه كميات, ماشي. هل الكميات دي متوافقة مع الكلام ده؟ لو مش متوافقة معلش ملاش لازمة. او علشان احطها اسقطها في الجدول ده هاخد وقت ومجهود كتير جدا, ان انا اقعد اسقط كل حاجة, امسك الحتة دي احطها في البند رقم معرفش 4.5.3.2 معرفش. موضوع مزعج جدا, والموضوع طول ما انت شغال هو متغير, فانت هتلاقي نفسك لا انت سخرت حياتك كلها للكلام ده. فالكلام ده طبعا ايه, لازم يكون اوتوميتد, ولازم نسخر المودلز بتاعتنا بحيث انها تخدم الايه, الكونستراكشن او كوست استيميشن بريك داون ستراكشر الخاصه بالمشروع. كل مشروع عنده كوست استيميشن بريك داون ستراكشر خاص بيه, ماشي. فانا لازم اسخر او اعمل ادابتيشن للاي اف سي مودلز بحيث انها تكون متوافقه مع المطلوب, مع الجدول دي. ايه الورك فلو بتاعنا اللي احنا هنعمله؟ الورك فلو, اول حاجه هنعمل كرييت بريك داون ستراكشر فور كوست ماشين فور سبيسيفيك بروجكت. هعمل بريك داون ستراكشر بتاع المشروع بتاعي اكسل شيت على جنب, ماشي, بس طبعا من غير ايه, من غير كوانتيتيز, لسه ما عنديش كوانتيتيز, خلاص. اد ريسورسز تو كوست ماشين بريك داون ستراكشر, هنحط الريسورسز اللي عندي حصل اضعها في مكانها في الايه, في الكوست استيميشن بريك داون ستراكشر, خلاص. بعدين اكستراكت سبيسيفيك كوانتيتيز فروم بيم مودلز, هروح للبيم مودلز هطلع منه الكميات اللي انا عايزها. الكميات دي كلها هنحطها بالاضافه للريسورسز, هنحطها في الكوست استيميشن بريك داون ستراكشر, وبالتالي هنطلع في ثانيه واحده هنطلع تكلفه المشروع كله. الفكره كلها زي ما احنا قلنا في الاوتوميشن, انا عايز اعمل حاجه اوتوميتد بعملها مره واحده وبتكون ثابته على ايه, عمر المشروع. يعني مثلا انا دلوقتي في مرحله البري كونستراكشن, جالي مودلز عملتها, جمعتها كلها, حطيتها كلها مع بعضها. بعد ما حطيتها طلعت الايه, الكوست بتاع الايه, بتاع المشروع. اثناء الشغل ده حدثت الموديل بتاعه, ده عمل تغيير, ده عمل كذا, ده عمل كذا. انا بالنسبه لي مش هعيد بقى اللي انا عملته قبل كده, لا, انا باخد الموديل بشيل القديم احط جديد, ادوس زرار واحد اعمل ابديتنج لكل الانفورميشن, بس التكلفه دي بتطلع سواء بالزياده سواء كان بنقصان. نبص نشوف عملناها ازاي. هنروح للسلاك ده, معلش, ده السوليبري, خلاص. احنا بنعمل ايه, زي ما احنا قلنا ميزه السوليبري, والسوليبري بيعمل كذا حاجه, بيعمل التشيكينج بتاع المودلز, وبيعمل
اي تو او اللي هو انفورميشن تيك اوف، عالي جدا، حلو جدا، وكلاسيفيكيشن لا يعلى عليه فيه. خلاص، فانا اول حاجه بعمل فيها ايه؟ بعمل كلاسيفيكيشن وفقا للكوانتيتي كوف بريك داون ستراكشر. انا عندي الكوانتيتي كوف ده معموله او معموله يعني متفنطه متفهرسه بشكل معين. خلاص، انا بمسك كل اليمنت بعمل له كلاسيفيكيشن وفقا للشكل ده. ازاي؟ انت عندك مثلا في البريك داون ستراكشر بتاع الكوست استيميشن في فلورز، فانا هعمل هنا هعمل كلاسيفيكيشن بالنسبه للفلورز. خلاص، في عندي هنا كلاسيفيكيشن بالنسبه مثلا الوول كلادنج اسيمبلز، في عندك انواع من الوول كلادنج، في عندي جيبسون، في عندي ستون، في عندي وود، فاعمل كلاسيفيكيشن تاني للشكل ده. وبعدين في كلاسيفيكيشن تاني للسب اليمنتس، يعني الجيبسون بورد في سب اليمنتس، في بانلز مقاسات مختلفه، في ميتالز مقاسات مختلفه، في ستون مقاسات مختلفه، وود، الومنيوم، كل دي مقاسات مختلفه وكلها سب اليمنتس، بعمل كلاسيفيكيشن فيها. طبعا مش موضوع ان احنا نتكلم زي نعمل كلاسيفيكيشن، بس انا بتكلم ان انا عندي قدره ان انا اعمل كلاسيفيكيشن عالي جدا 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 في السوليبل. خلاص، استنفنا كلاسيفيكيشن، هنروح هعمل ايه؟ كوانتيتي كوف، كوانتيتي كوف لكل اليمنت، كل اليمنت في المشروع انا بقول له اعمل لي اليمنتس للكلادنج، بس حط لي قدامها هي في اي دور، حط لي قدامها التايب بتاعها ايه، حط لي قدامها هي مصنفه اي سب اليمنتس. خلاص، وهو هيطلع لي الكميات بتاعتها. المهم هنا طلع لي كل الايه، كل الكومبوننت بتاعه المشروع من الالف الى الياء من غير ما يسيب اي شيء، ويجيب لي الدايمنشن او كاونتس او اي شيء. بعد الكلام ده كله هنعمل ريبورت ونصدره ايه، الاكسل. كده الدور السوليبري خلص، هنروح للاكسل، نروح للاكسل. الاكسل ماشي، هو ده الماتيريال ريسورسز، ده اللي هو بيكون عندي جاهز، ده ملوش علاقه بالسوليبري، ده خاص بين، خاص بايه؟ خاص بالسب، خاص بالكونتراكتور او خاص بالشركه. انا عندي الماتيريال ريسورس بتاعتي، عندي البانل ستون ده، عندي اليونت برايس بتاعه كذا، وعندي العمله بتاعتها كذا، وعندي الوحده بتاعتها كذا، كل ده الداتا بيز بتاعه الشركه بتاعتي ككونتراكتور شغال في السوق. خلاص، ده الكوانتيتي كوف اللي طالع لي منين؟ من السوليبري، هو طالع لي بالظبط لغايه هنا. ماشي، انا بزود عليه الكولوم ده، الاربع كولوم دول، بحيث في الاخر خلاص هطلع الاليمنت كوست. الكوست ده بتاع الاليمنت ده عباره عن كده، عباره عن كام، واطلع كل الداتا دي كلها. بقى انا عندنا ايه؟ تكلفه لكل عناصر الايه، كل عناصر المشروع. ماشي، الكلام ده كله مش مقري من هنا، هو مقري من الفايل اللي انا مطلعه من السوليبري. بمعنى ايه؟ يعني انا ده هنا لو عملت داتا، عملت جيت داتا، ان هو هتلاقي ده انا جايبه من ملف في اكسل مرمي على جنب، بيتقرن اهو. حصل بعد شهر، شهرين، ثلاثه، حصل تعديل في الموديل، هعدل الموديل في السوليبري، وبعمل كليك واحد بس ابديت للانفورميشن تيك اوف، هيطلع لي التيك اوف الجديد، هصدره، هحطه هنا، هاجي هنا هعمل ابديت، كل حاجه تحسب تلقائي. مش يعني بالظبط 3 4 كليكس بس انت بتعملهم علشان تحدث كل الدنيا دي كلها. فالمهم عملنا هنا اليونت برايس، عملنا هنا الاليمنت كوست، هنا كل عناصر المشروع. اللي يعرف اكسل فيها حلوه جدا حاجه اسمها بيفوت. بيفوت ده عباره عن ايه؟ عباره عن لو انت عندك جدول زي ده، هو بيعمل جدول تاني ملخص للمكونات بتاعت الجدول ده. عملناه طلع حاجه زي كده، والجدول ده هيتقسم وفقا للمتطلبات الخاصه بالعميل ككوست استيميشن بريك داون ستراكشر. هنا عندك الفلورز تحتي ايه؟ ام اي بي، تحتي عناصر الام اي بي. عندك ده فلور 0، فلور 1، عندك السيستم ده، عندك السيستم ده، عندك السيستم ده،
كالكتروميكانيكال، عندك السيستم ده كجبسون بورد، عندك السيستم ده كستون كلادينج سيستم ده، وعندك ده ده ده. المشروع هيتكلف كام؟ كله هتكلف 63,084 يورو. خلاص، في نفس الوقت احنا ممكن نعمل تشارتس تلقائيه من هنا للكلام ده، وعندي حاجه هنا اسمها سلايس، لو انت عندكم خلفيه ده حلوه جدا. يعني اقول له مثلا هات لي ده، جاب لي الفلور 00 كام؟ طب انا عايز الفلور 1، جاب لي الفلور 1 تكلفته كام؟ طب هات لي بقى الفلور 2 تكلفته ده. طب انا عايز الاثنين دول، عايز الاثنين دول تكلفتهم كذا. طب انا عايز الكلادينج الستون اللي موجود في الدور الاولاني، لا انا عايز هات لي الود اللي موجود في الدور الثاني وهكذا. كل ما اغير اهو، كل ما يتغير لي هنا، خطوات بسيطه جدا وبمنتهى الدقه ولاقصى درجه. يعني الارقام دي مشتقه من ادق العناصر الموجوده في الموديل، فهتلاقيها ارقام دقيقه جدا. لو انت عندك اليونت ريت بتاعك كويس جدا، يعني قوي جدا، يعني حاطط فيه كل حاطط فيه كل اللي انت كمقاول، يعني كل اللي انت عايزه او كل الكونتينجنس اللي انت عاملها، الارقام هنا تطلع دقيقه جدا. المهم هو ده ايه ملخص الكوست استيميشن، الكوانت كوف اند كوست استيميشن 5 دي للموديل. اخر حاجه هنتكلم فيها، قبل اخيره ماشي، هنا هنتكلم على كلاود بيزد اون بي ام تولز فور سايت مانجمنت. انت دلوقتي خلاص عملت ايش مانجمنت، عملت كلاش، عملت ال 4 دي، عملت ال 5 دي. نشتغل بقى، نزلنا الموقع، مهندسين الموقع هيبداوا يشتغلوا. هيشتغلوا ازاي؟ هتديهم بقى طريقه تقليديه شويه رسومات وروح اشتغل؟ لا، هيبقى صعب. يعني في ظل البيم هيبقى الموضوع مش مظبوط قوي، وخصوصا ان دلوقتي المشروعات الكبيره المعلومات الموجوده ما بتبقاش كلها موجوده في لوحه واحده. انت ممكن تلاقي المعلومه متناثره ما بين عده اماكن، ممكن تلاقي المعلومه موجوده في البلانات وبعدين موجوده في الستاندرد ديتيل عشان توصل المعلومه كامله. تشوف الستاندرد ديتيل وتشوف البلانز وبعدين السكادول وبعدين السبيسيفيكيشن، ونتاكد لو في ار اف اي مرفوع عليها ولا لا، وتاكد ان في حاجه اسمها اف سي دي اللي هي فيلد تشينج ريكويست، وتاكد ان مثلا في حاجه اسمها تي سي ار مثلا مرفوع عليها ولا. المهم تلاقي علشان توصل المعلومه انت محتاج انك تلف ما بين خمس ست مصادر المعلومه. ما حدش يقدر يشوف الكلام ده كله من الموقع الا مهندس المكتب الفني. مهندس المكتب الفني هو اللي شغلته كده انه يشوف الكلام ده كله. طب مهندس الموقع مستحيل يركز في الكلام ده نتيجه ان هو عنده اهتمامات تانية كتير جدا، ماشي، فهو مش هيركز في الكلام ده. فانت لازم على طول كمهندس مكتب فني على طول بتنزل كل يوم المشروع وتشيك وتشوف وتتاكد ان الناس ماشيه صح، علشان ما فيش حد ايه يعمل حاجه غلط، لان انت رؤيتك اوضح واوسع منه. دي الطريقه التقليديه. الطريقة الحديثة او الطريقة اللي هي بتاعت البيم، لا، انت عندك في تولز كتيرة، ماشي، كلاود برضو ممكن تعمل لها داونلود، عبارة عن ابليكيشن ممكن تعمل لها داونلود على الموبايل بتاعك او على التابلت بتاعك، والناس تنزل الموقع يكون عندها المودلز ويكون عندها الانفورميشن الخاصة بالمودلز، بحيث ان الشخص اللي في الموقع شايف كل حاجة. ميزة بقى الكلام ده ايه؟ شيرد داتا. اول حاجه المعلومات بتبقى كلها متشاركه من جميع الاطراف. ريوز انفورميشن، الانفورميشن على طول بيعاد استخدامها. تاني حاجه او ثالث حاجه، كومباين تو دو دروينجز اند 3 دي مودلز ان وان سنجل فيو. بعمل عمليه دمج لل2 دي دروينجز وعمليه دمج لل3 دي دروينجز، ماشي، في مكان واحد، بحيث ان المهندس التنفيذ يكون عنده رؤيه كامله او شامله للمشروع اللي هو شغال فيه. كوميونيكيشن، التواصل، بيسهل جدا التواصل ما بين جميع الاطراف المعنيه. اخر حاجه تراك ذا جروبس اون ذا اب اون ذا ابلكيشن. بعمل تراكنج للبروجرس عامه. التولز اللي هنستخدمها النهارده حاجه اسمها دا لكس. ده عباره عن
ابلكيشن بينزل على الموبايل، بينزل على التابلت وعلى برضو الكمبيوتر. ده نموذج فيه حاجات زيه كتير، انا جايبه مش نتيجة ان هو اللي احسن، لا نتيجة ان هو كنموذج دراسي بندرس عليه. ده الموقع بتاعه اليوتيوبز هكذا. ورك فلو اند بروسيس. ورك فلو اول حاجه بنرفع الاي اف سي موديل على الدلكس، خلاص برفعه، وبعدين برفع جميع الرسومات برضو على نفس الكلام عليه، وبعدين بعمل كومينيشن مع سايت تيم اند فايس فيرسا، بتواصل مع سايت تيم بالكلام ده كله، وهم برضو بيتواصلوا معايا عن طريق الابلكيشن دي. بقول لهم يعني اي حاجه انا عاوزها منهم ببعتها لهم على الابلكيشن دي، هم عايزين اي حاجه بيتواصلوا معايا، عايزين ار اف اي، عايزين اي حاجه خلاص. انا كمهندس مكتب فني انا في ده كل المفاتيح، يعني مثلا ايه حصل ابديتنج للمودلز، انا بعمل ابديت للمودلز على الدلكس. الشخص او المهندس المعني بالموضوع يفتح الموبايل بتاعه من السايت بيلاقي اخر تحديث، ما فيش داعي ان هو يحدث على طول. الصور اللي تحت دي بتمثل او بتبين حاجتين، هنا مثلا فرد دي شاشه موبايل، خلاص انا واقف الناحيه دي ببص الناحيه دي شايف الكلام ده كله، فانا شايف الكلام ده. هل الكلام ده مفيد للسايت انجينير؟ هو لو الموضوع وقف بس على انه 3 دايمنشن مش هيكون مفيد قوي يعني، لكن الموضوع مش مجرد 3 دايمنشن، موضوع 3 دايمنشن ويعني وجواه المعلومات الخاصه بكل اليمنت، يعني اي اليمنت من دول انا لو وقفت عليه هيطلع لي كل حاجه خاصه بيه. انا كمهندس مكتب فني عايز ابعت، عايز احط اي كومنتس على اي عنصر من العناصر دي بحطها، وتبقى ظاهره للسايت انجينير بيعرف ان هنا العنصر ده ده في ار اف اي رقم كذا، ار اف اي ده ممكن ارفعه على البرنامج بحيث يدخل يقراه، خلاص ممكن ارفع مواصفات، ممكن احط له يعني ايه اللي هي الانفورميشن الخاصه بالموديل دي او بالعنصر ده، بحيث انه يعرف هو عباره عن ايه، ده عباره عن كلادنج، عباره عن الومنيوم، رخام، ايا كان كله معروف. ده ميزه. تاني ميزه اساسيه الصوره اللي على الشمال دي حاجه اسمها اوجمنتد رياليتي. ايه الاوجمنتد رياليتي دي؟ الاوجمنتد رياليتي عباره عن ان انت بتدخل صوره او مودلز مرسوم على الكمبيوتر بتدخله على صوت، يعني الشخص ده ماسك موبايل واخد لقطه او بيبص بالكاميرا على السقف، ده ظاهر في السقف الضغط او الكيبل تريد، ده ضغط تكييف، ضغط التكييف. فهو دلوقتي الشخص ده عارف ان هنا في ضغط تكييف، عارف ان السقف ده قبل ما تقفل كفول سيلينج لازم الضغط ده يكون خلصان. ده الاوجمنتد رياليتي مهمه جدا جدا جدا. ليه بقى؟ ان انت من المشاكل الشهيره قوي قوي في المشروع ان انت في حاجات بتدفن او حاجات بتقفل عليها، سواء كونكريت، سواء كان كلادينج فول سيلينج، بتقفلها وتنساها وانت اصلا مش شايفها. فانت لو انت معاك اوجمنتد رياليتي الكلام ده كله، انت ممكن تراجع كل الالكتروميكانيكال قبل ما تقفل الايه السقف، ممكن تراجع عليها قبل ما تصب الخرسانه، عندك مثلا في خرسانه مليانه مثلا مواسير ماشيه رايحه جايه وهكذا، انت هتصب، هل انت عندك كمهندس موقع، هل انت عندك قدره ان انت تقعد تلف في كل رسومات الالكتروميكانيكال وتتاكد ان كل المواسير وكل الضغط وكل الكلام ده كله موجود؟ مفيش حاجه هتروح منك، اكيد في حاجه هتروح منك، وخصوصا لو المشروع كبير ومتشعب والمعلومات متناثره في ايه في حاجات كتير جدا. لكن بالشكل ده انت عندك تابلت، عندك موبايل بسهوله ومنتهى السرعه. واظن حضراتكم لو اي حد شغال في الموقع اكيد في تجارب مريره تم او حصلت نتيجه الكلام ده كله. يعني على سبيل المثال اذكر، مش عارف عندنا وقت ولا لا، احنا عندنا في الشغل مثلا كان في حاجه اسمها جانتري ريل. جانتري ريل ده عباره عن ايه؟ عباره عن اي بيم ضخم بتعلق في السقف. عشان تعلقه في السقف انت عندك بليتس بتتحط، والبليتس دي فيها شوت انكرز وبتدفن في الخرسانه. بعد كده الجانتري ريل ده بيجي بيتلحم فين؟
في البليس دي خلاص خلص الموضوع. الجماعه عندنا نسيوا احنا عندنا شغالين في مترو, فانت عندك مثلا نفترض الجزء بتاعنا التفصيله دي متكرره في 12 محطه, من ال 12 محطه تقريبا ممكن اكتر من نصهم نسيوها, نسيوا يحطوا الايه البليس دي, نتيجه ان الدنيا زي ما قلت لك مش تقصير من الناس بقدر ما هو الموضوع صعب. انت عندك المعلومات بقول لك متناثره من لوحات كتير جدا, يعني لو انت مش مركز, لو الشخص مش مركز ومهندس المكتب الفني مركز جدا جدا الحاجات دي هتوقع منه. فالمهم اتنست خلاص, عاوزين نركب, الناس جم يركبوا, فين البليتس يا جماعه؟ مفيش بليتس. طب نعمل ايه؟ نرفع RFI للمصمم. رفعنا RFI للمصمم, خد له شهر ماشي, رجع RFI قال لك لا انت هنستبدل, هنحط يعني انكورز اضافيه من هيلتي. ايه الانكور دي كام؟ عندك الانكورز ثمنه الواحد بس ثمنه 600 ريال, السبورت الواحد محتاج 4 انكورز يعني محتاج 2400 ريال. عندك كم سبورت؟ عندك تقريبا 60 سبورت, يعني بتتكلم في مثلا نفترض 150 الف ريال تكلفه زياده, 150 الف ريال تكلفه زياده نتيجه حاجه بسيطه جدا. هل الموضوع وصل على 150 الف ريال؟ لا, انت عندك وقت خسرته, عندك تكلفه, عندك سكافولدينج كان موجود كله نزل نتيجه ان الكلام ده هياخد وقت ماشي, كلنا في انتظار الايه الار اف اي لما يجي الكلام ده كله. المهم الار اف اي جه طلع لنا تاني, جينا نركب حاطين الانكور, اول ما حاطين الانكور خبط في ايه في حديد خرسانه. الاستشاري رفع ام سي ار, ام سي ار عمل ديدكشن للايه للمانسي انفويس بتاعتك, فانت عندك خصم فين في المستخلص الشهري, عندك الشغل وقف تاني, رفعنا RFI تاني, ردوا علينا رد تاني وهكذا. كان كل شهور المشكله بسيطه جدا. الكلام ده كله لو انت عندك الابلكيشن دي مهندس الموقع بمنتهى البساطه هو ممكن يمشي على البلاطه ويشيك على كل الحاجات الامبيدد في الكونكريت قبل ما يصب الخرسانه. كل الناس عندها الامكانيه دي يبصوا ويشوفوا الكلام ده كله ظاهر قدام كل الناس, مفيش يعني ايه مش انت مش مستني المهندس المكتب الفني ياخد باله, وهو الراجل ما خدش باله يبقى كل حاجه بس في الحيطه. لا, كل الناس دلوقتي ممكن في عندك شيرد انفورميشن, معلومات معمول لها شيرنج ما بين كل الاطراف, كله عارف كل حاجه. نبص بص على الدالكس, ده الدالكس هنا لو انت شايف قدام, لو انت شايف معايا ده المودلز نفس المودل برضه. رفعنا الاي اف سي ماشي, رفعنا انا رفعت رسمه واحده بس ماشي, والاي اف سي بالايه بالمعماري الالكتروميكانيكال ستراكشر وهكذا. هنقول له هنا اوبن ويندو ان ويندو فيور اوبن ده اللي احنا فاتحينه ده النسخه المجانيه, فبالتالي ما فيهوش اوجمنتد رياليتي وفي اوبشن كتير مش موجوده, لكنه برضه هيوصل المعلومه. ده الشكل. انا دلوقتي عايز اعمل مثلا يعني عايز اعمل سيكشن خلاص سيكشن بس. لا ايه ده, ده يا سيدي فليكس دكت الليفيشن بتاعه كذا, كل الانفورميشن الخاصه بيه انا كمهندس موقع عارف كل حاجه, وفي نفس الوقت عارف ممكن اعمل هيدن للحاجات اللي انا مش عايزها. يعني ممكن انا دلوقتي شغال استراكشر فممكن الغي المعماري, اعمل هيدن للمعماري واشوف الدنيا شكلها ايه. هنا في هنا دكتات, عندك هنا فول سيلينج وهكذا, كل الكلام ده كله قدامي بالظبط. ايه ده كيرتن بانلز مقاسه كام, مقاسه كذا ماشي. دي حاجه, عندك الدروينجز. انا دلوقتي عندي الدروينج الرسومات بتاعتي مسقط عليها 3D موديل,
هنا تك تك هنا كل حاجة موجودة. الغرفة دي فيها عمودين، فيها كذا، ايه الكلام ده عبارة عن ايه ده؟ لا يا سيدي، عبارة عن حيطة، الإليفيشن بتاعها كذا، وهكذا. كل حاجة معلومات، كل المعلومات خاصة، والمعلومات دي أنا متحكم فيها كمهندس مكتب فني، بتحكم مهندس الموقع هيشوف إيه. بس طبعا لو حد ممكن تعمل له كل الأدوار، هنا ده سلم وهكذا. خلاص ماشي كده، خلصنا الاستخدام الخامس اللي هو كلاود بيز اوبن بيم تولز فور سايت مانجمنت. نروح للي بعديها، يوزنج بيم ان كونستراكشن مونيتورنج. ده عباره عن ايه؟ انا دلوقتي خلاص بدات اشتغل في المشروع والناس شغاله، هعمل عمليه مونيتورنج للاكتيفيتيز اللي في المشروع، ايه المعدلات بتاعتهم، ايه اللي خلص، كام متر مربع بلوك، كام متر مربع جليزنج، سكريد، فول سيلينج، ايا كان. كل الحاجات دي كلها انا بتابعها، وكله بالبيم، بحيث ان الموضوع يكون دقيق جدا. انا هستخدم ايه في الكلام ده كله؟ هستخدم الريفت وفي الاكسل. ايه الورك فلو بتاعي؟ ايه الخطوات اللي انا هعملها؟ اول حاجه همسك الموديل بتاعي اللي في الريفت، بعمل له كلاسيفيكيشن، بصنفه. اصنفه ايه؟ اصنفه مثلا فلور ده مثلا الجليزنج ده عباره عن جليزنج موجود في الدور الاولاني في زون واحد. طبعا وجود الريفت والجداول بتساعدني ان مش عنصر عنصر، لا انا باخدهم كلهم مره واحده، الموضوع سهل يعني. بعدين بعمل بارامتر، بارامتر الحاجات اللي انا عايز اوضحها، يعني مثلا بعمل بارامتر للايه؟ للفلور. يعني مثلا الاليمنت ده فلور، ده فلور مثلا جراوند فلور موجود في زون واحد في عباره عن جليزنج، دي بارامتر خاصه بالعناصر اللي انا عايزها. بعمل فلترز، فلتر ده عباره عن ايه؟ بعمل فلاتر بحيث اعمل زي كلر سكيم كده اهو، الوان بتوضح ايه اللي خلص وايه اللي ما خلصش، الحوائط دي خلصت ما خلصتش، ان بروجريس كميتها قد ايه، وهكذا. رابع حاجه بعمل سكيدول جوه الريفت بيوضح الاستيتس بتاعت الاكتيفيتيز المختلفه، جليزنج، فول سيلينج، فلور، هكذا. وحضر الكلام ده الاكسل، الاكسل طبعا لا يعلى عليه في الحسابات وفي الجداول والشرطات والكلام ده كله. باخد الكلام ده كله من الريفت العب بيه في الايه؟ في الاكسل، اعمل زي ما انت شفته البيفوت، او اعمل شرطات، او اعمل اي شيء. خلاص بقى الموضوع طلعنا من سكه المودلز، دخلنا في سكه الارقام، ارقام يعني اكسل، يعني بعرف اعمل فيه اللي هو اللي انا عايزه. خلاص نبص عليها كتطبيق عملي. ريفت ده على سبيل المثال ده تطبيق عملي. لا قبل التطبيق العملي معلش، ده هنبص على الريبورت. ده الريبورت، ده ريبورت بتاع ورك بروجريس. هنا مثلا نفترض الجزء ده تطبيق عملي، الشغل عندنا موضحين في الكلام ده. عندك دي الاكتيفيتيز المعينه، عندك بلوك ورك، بلاستر، سكريد، بينتنج، ما اعرفش ايه، كذا 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 كذا. خلاص كل واحد مثلا فيهم ده التاريخ، مثلا نفترض ده تاريخه كام، مثلا ده هنا ايا كان التاريخ، نفترض الشهر اللي فات. البلوك ورك كنا مخلصين فيه 96%، وخلصنا في الاسبوع اللي فات مثلا او الشهر اللي فات او ايا كان 4%، ومتبقي كذا. البلاستر نفس الكلام، خلص كام الشهر او الاسبوع اللي فات، خلصنا كام، الرقم ده حلو جدا في حساب المعدلات، والمتبقي كام، وهكذا كل الايتمز. وبعدين جداول تفصيليه الاقرب على حسب ما انت عايز لكل ايتمز، لكل ايتم من الايتمز دي. عندك بلوك ورك بنقسمه نفترض كادوار، بنقسمه كستيتس، نقسمه زي ما احنا عايزينه، كله وفقا للبارامتر اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، بلوك ورك، بلاستر، سكريد، وهكذا. ده الجداول النهائيه اللي بتطلع. نرجع نبص نشوف عملناها ازاي.
عندك مثلا نفترض اللي هو ده بلوك وورك بتاع دور من الادوار. اول حاجه احنا بنعمل كلاسيفيكيشن، بنختار الاول الادوار، بنختار الاول الاليمنتس ونصنفها. يعني مثلا هنا ده بنعمل له بارامتر، ده بنعمل له بارامتر. مثلا البارامتر اللي انا عاملها، عامل مثلا فلور ليفل ده موجود فين في الدور الفلاني، ده عباره عن ايه؟ عباره عن بلوك، حالته ايه؟ كومبليتد، برسنتج كام؟ 1 او 100%. خلاص كل ايتمز، كل العناصر دي بصنفها، صنفنا البلوك، صنفنا السكريد، صنفنا النون سليب سيلر اللي هو الايبوكسي، صنفنا البورسلين وهكذا. صنفنا كل الايتمز وحطينا لها البارامتر اللي احنا عايزينها. خلاص بعد ما نحط لها البارامتر اللي احنا عايزينها، بنعمل لها عمليه الايه؟ ثانيه واحده، ورك بروجريس هنا الفلترز بقول له هنا فلتر، بقول له اي حاجه هنا اهو نوت ستارتد لونها لون احمر، اي حاجه بالنسبه للسكريد بقول له اي حاجه مثلا جراوتنج كومبليت، يعني حصل لها عمليه جراوتنج، سوري ده الفلور اللي هو السيئيه اللي في الاخر خالص بتاعت الفلورز، اي حاجه خلصانه اديها لون اخضر، ان بروجرس شغالين فيها اديها لون اصفر. التايلز انستولد تلقائيا بيعمل الكلام ده كله ويلونه. بعدين الكلام ده كله بيترجم لايه؟ بيترجم لجداول. ده بحطه في لوحات وبيترجم لجداول شيتس هنا، فاميليز جداول، ايوه سكادول، سكادولز. هقول له مثلا سيلينج فينيش، هو دلوقتي بيفتح ملف السيلينج بتاع السكادول. طبعا بياخد وقت ان هو بيقعد يقرا من الموديل، بيقرا عنصر عنصر. الجدول انا بعمله فورماتنج على حسب ما انا عايز، بعمله فلور ليفل، ستاتس اسايد، سيلينج بينت. طبعا هنا السكادول بروبرتيز انا بستخدم بالظبط او بتحكم بالظبط الجدول شكله ايه، الكميات بتطلع معايا لكل الايتمز بصدرها للاكسل. نروح للاكسل، روحنا للاكسل، دي الجداول اللي بتجيلي منين؟ من الريفت، بتجيلي بالشكل ده. انا بستخدم الاكسل ماشي علشان تطلع لي مثلا بالشكل ده كلاسيفيكيشن وكلام ده كله، وبستخدمه في الاخر برضو امكانيات الاكسل عشان تطلع لي بالشكل ده. ماشي، واعمل الشارت ده خلاص. طبعا الارقام دي كلها انا ما بكتبش اي حاجه فيها خالص، الارقام دي كلها بتجيلي منين؟ من الريفت ماشي، وبتيجي هنا بتحدث تلقائيا. والشارت دي بعملها مره واحده بس، ما بتتمش تاني، بحيث ان انت كل اسبوع كل اسبوعين كل ثلاثه بتحدث الحاجات دي كلها، بتحدث تلقائيا بس. ودي الشارت بتاعت الايه؟ المونيتورنج. طبعا ميزه المونيتورنج ان انت زي ما البينفيتس اللي هي اي ديليز بتتم انا بكتشفها على طول ماشي، اللي انا بساعد الكونستراكشن مانجر ان تيكينج ديشن ريليتد تو اكتيفيتيز. المهندس او المدير المشروع لما بيكون عنده رؤيه مبنيه على ارقام دقيقه بيعرف يتخذ قرار سليم ماشي. لو ما عندوش الرؤيه دي مش هيعرف يتخذ قرارات نتيجه ما عندوش الداتا اللي هيبني عليها قراراته. فانا لما بدي له قرارات سليمه او بدي له معلومات سليمه، هو بيكون عنده قدره انه يتخذ قرار سليم. لما معدلات البياض او معدلات البلوك بتبقى اقل من المعدلات المطلوبه لعده اسابيع ورا بعضها،
هو ساعتها ممكن يتخذ قرار ان هو يدخل مقاول تاني، يبعت يقدر للسب كونتراكتور وهكذا. ماشي. تاني حاجه او تالت حاجه، ان الكميات دي كلها بتستخدم فين؟ في المانس الانفويس او المستخلص الشهري اللي انا عايزه. فالكلام ده كله بيتم في المستخلص او بي ايه بي بعوزه في المستخلص الشهري. بس كده هنا كده خلاص خلصنا. بس خلاص. لو عند حضراتكم اي سؤال تحت امركم. المحاضره القيمه والغنيه بالمعلومات بصراحه، يعني استمتعنا بيها، ربنا يجازي حضرتك خير. اتمنى لو اي حد عنده سؤال يعمل ريز هاند. باشمهندس محمد اتفضل. باشمهندس محمد سالم دكتور ابراهيم. السلام عليكم باشمهندس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله ألف خير، وما شاء الله يعني محاضرة شيقة جدا وفوق الوصف بصراحة، يعني ما شاء الله شرح مميز، يعني ربنا يديك الصحة والعافية ويزيدك من فضله وعلمه. الله يخليك. الله يبارك سعادتك. وبس كان السؤال بسيط، الانترفيس أو الانتجريشن ما بين البيم والريفت. بس النقطة أنت يعني تكلمت عنها كتير بس دماغي راحت مني شوية، ما ركزتش فيها. ما بين البيم والريفت بمعنى ايه؟ بمعنى ايه بين البيم والريفت؟ الداتا اللي انا باخدها في التقارير بالذات الشهريه، انا بتكلم كمدير مشروع. انا يهمني طبعا البلاند والاكشوال. هحصل عليها بالظبط منين وفي اي مرحله؟ هو البلاند اوريدي موجود عندك، يعني انت يهمك يهمك الاكشوال. الاكشوال ده بيجي من اللي هو البروجرس الاسبوعي. يعني في ناس يعني سواء كان مهندس موقع او ايا كان بيجيب المعلومات الخاصه بالايه بالاكتيفيتيز نفسها. المعلومات دي بتيجي بتتسقط فين؟ في الموديل. الموديل بتعمل فيه بارامترز خاصه مثلا بالموقف الحالي. البلوك ده ده خلص، ده ما خلصش، الاستراكشر ستيل ده خلص ما خلصش، وهكذا. كل الكلام ده كله بينزل في البارامتر الخاص بيه في المودلز، وعن طريق جداول انا بعرف استخرج بمنتهى الدقه القيمه الاجماليه او كميه الاعمال المنفذه حتى الان فين في المشروع، وبعمل عمليه مقارنه ما بين كميه الاعمال المنفذه دي مع البلاند كوانتيتيز الموجوده مع قسم التخطيط، وعن طريقها بعرف ايه، بعرف الكلام ده احنا هل احنا اهيد اوف سكادول ولا بيهايند سكادول وهكذا. وبرضه في طرق تانية ان انت لما بتحسب مره واثنين وثلاثه بتعرف تحسب معدلات، فالمعدلات دي بيطلع لك او بيبان لك رؤيه انت راح فين. يعني هل انت مثلا انت المفروض نفترض 200 او 300 متر مربع في الاسبوع مثلا بتاع ده بلوك، انت عملت الاسبوع ده 50 والاسبوع جاي 50 واللي بعديه 50، طب انت كده مش هتخلص المشروع، انت كده هتسافر بينا يعني. فالميزه برضو ان الكلام ده كله بيبان او بيبان جدا في الريفت بالمعدلات دي، بنعرف بالظبط نعرف المعدلات الحاليه لتنفيذ الاعمال لاي ايتم من الايتمز، وبناء عليه بيتم اتخاذ القرارات المناسبه من مدير المشروع او مدير التنفيذ او ايا كان. الموضوع كله قائم على الداتا انتري، ان انت الداتا اللي جايه لك الموقع ده او المشروع انت بتدخلها في الايه في الريفت اللي عندك، ريفت اركاد اي بتدخله عندك بحيث تعرف الايه حجم الاعمال المنفذه حتى الان. بالنسبه للريسك ريجستر اللي انا ممكن اطلعه برضو، يعني هو الريسك هيقل معايا، يعني ميزه الريفت انه هيقلل الريسك في المشروع وهيبتدي يديني يعني مشاكل مسبقه قبل ما اتعرض لها وهاخد بالي منها عشان اقدر اوصل لحل لها سريع. فاقدر ان انا اطلع الريسك ريجستر دوت من البرنامج برضو، برنامج اللي هو السينكرو. ما هو برنامج سينكرو ده عباره عن ايه؟ عباره عن برنامج تخطيط زيه زي اي حاجه. انا اعمل لك ثانيه واحده.
هنا مثلا لو هنتكلم على السينكرو هنا هتلاقي هنا في ريبورتات، حاجه اسمها ريبورتس. ريبورتس دي ايه؟ انت بتطلع تقارير EVA Engine Value Analysis User Field Graph Resource User Graph، كل دي تقارير بتطلع منين؟ بتطلع خاصة بالتخطيط عامة، بتطلع من بريمافيرا، بتطلع من أيا يعني كان، هي ممكن تطلع جدا من السينكرو، بتطلع التقارير اللي انت عايزها وبتعرف تعمل تراكنج للأكتيفيتيز الخاصة بالمشروع. بنفس الوقت اقدر احقق ارنت فاليو ممتازة. طبعا اكيد يعني بالظبط، عشان اقدر اعمل كوست سيفنج وكوست سيفنج للتايم بالظبط كده. والارنت فاليو انت هنا ممكن تعمل الشارت بتاع الارنت فاليو وتخليه وتشوفه بيتحرك معاك على مدى المشروع، تحس يكون انت عندك رؤيه مسبقه للي بيحصل. بالنسبه للهاندنج اوفر في المرحله بتاعه الهاندنج اوفر، انا ببقى متوقعها من خلال البلاننج، لكن مع الاكشوال هي هتتشفت معايا واتفر على حسب الكيس بتاعه السايت والمشروع واللي بيحصل. فبرضو ان هل البرنامج هيقدر يهندل لي موضوع الهاندنج اوفر ستيج؟ البرنامج عامه البيم ولا السينكرو؟ سينكرو هو السينكرو دلوقتي هنتكلم ان هو برنامج بلاننج خلاص، وبنتكلم ان هو سيميوليشن. هو عمليه الهاندنج اللي هو لتسليم المشروع للفاسيليتي مانجمنت عامه بتبقى بتتم من بيم عامه، ملهاش علاقه مباشره قوي بالسينكرو. تمام، ممكن الرابط بتاع السينكرو بعد اذنك تنزله على الشات بعد اذنك. البرزنتيشن ده المفروض يترفع مع الفيديو على اليوتيوب. انا مش بتكلم على البرزنتيشن، بتكلم على السينكرو نفسه. ايوه لا من عارف، ما هو البرزنتيشن فيه الروابط بتاعت كل حاجه، كل حاجه الروابط بتبقى فيديو اوريدي، يعني انت مش تعمل كليك على الفرنس تبقى عايز تكتبها انت بساعتك كده على الشات. مشكورا يعني، ده كرم من ساعتك. انا مع حضرتك، انا بقول لك حاجه احسن. يعني هنا انا بقول عاوز افهمك شويه بقى. مثلا انا دلوقتي بتكلم فين؟ انا بلاننج ما اعرفش كذا، او ده هو ده ده السينكرو خلاص. ده كوبي كده سعادتك وحطها في الشات ماشي. عيني. انت كده بتريح لنا، انا قاعد ابص بقى وشغلانه. انا كده عمال كليك ادي كنترول سي ماشي نعملها مفيش مشكله. فين مش بقى تقل عليك؟ لا تحت امرك. تسلم يا رب، كلك زول والله. الله يخليك، بارك الله في عمرك. شكرا مهندس عمر. تمام دكتور، احنا ممكن نجمع الليكات دي كلها في فايل باشمهندس عادل ونرفعها ان شاء الله مع ال ماشي. انا بس نحطها على الدرايف برضه باذن الله. ماشي، انا بس بدور على فين الشات عشان احط فيه اللينك، مش لاقيها. ماشي، ابعت لك شات انا هنا اهوت وصلك. تمام، باشمهندس محمد سالم، اتمنى المشكله تكون اتحلت على الصوت، اتفضل. طيب واضح المشكله لسه موجوده. مهندس احمد متولي، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهندس عادل، ازي حضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله كويس، الحمد لله. الله يخليك. والله انا بشكرك على المحاضره الطيبه دي والمعلومات القيمه، وبصراحه انا شايف ان الست اقسام اللي حضرتك اتكلمت فيهم دول كل قسم منهم عايز كورس لوحده. هو فعلا ممكن كل قسم فيهم ممكن يتحمل فيه محاضرات، بس انا ايه يعني الهدف المحاضره ان يعني بدي رؤيه شامله لاستخدام البيم في الكونستراكشن، عشان بعد كده اي واحد مثلا عايز يدخل في اي مجال يكون يعرف ابعاده هو عباره عن ايه، يعني ايه الابعاد بتاعته، ايه الحدود بتاعته، ايه علاقته بالاطراف الثانيه، بحيث يكون القرار متخذ على ايه، على درايه يعني. تمام، بس انا بس كنت عايز اسال حضرتك، هو الانتجريشن ده كله بيتم عن طريق مهندس المكتب الفني؟ يعني كل القصه دي كلها بتبقى كنترولد باي مهندس المكتب الفني، ولا الاقسام التانية بتشترك معاه؟ يعني انت، انا شايف ان الموديل تشعب وبقى اكبر من انه يقتصر على مهندس المكتب الفني، ده دخل في الكونستراكشن. لا، هو مهندس المكتب الفني لو قاعد، لو هو مهندس المكتب الفني بتاع المين كونتراكتور، هو بس قاعد زي مايسترو كده يعني، حاجات بتجيله وهو بيطلع للناس، لكن هو ما بيشتغلش بايده. يعني اللي بيشتغل اللي هم السب كونتراكتورز المتخصصين،
المتخصصين في كل اكتيفيتي من الاكتيفيتي دي كلها، يعني بتاع البريكاست بتاع الكيرتن وول وهكذا. ماشي، فهو بس واقف عارف اللي هو في النص بس يعمل كوردينيشن عامه ما بين كل الاطراف. تمام. حضرتك برضو اتكلمت في جزئيه بعض البرامج زي برامج الاونلاين اللي حضرتك اتكلمت عليها، ايه الفرق بينه وبين برنامج النافس وورك مثلا؟ يعني برنامج النافس وورك بيعمل 4D وال5D برضو، ولا هو لا 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 هو بص، هو الفكره في ايه؟ التخصص. النافس وورك حلو جدا، رائع، ماشي، لكن بيعمل كلاش، لكن هو كلاش ريبورت قوي يعني. ماشي، نافس وورك برنامج بيعمل كل حاجه خلاص، بس انت ايه عارف صاحب لينكدين، هو بيعمل كوانتيتي تيك اوف، بيعمل سيميوليشن، بيعمل كلاش ديتكشن، كل حاجه بيعملها اوكي وبيعملها كويس. لكن البرامج الثانيه يعني ميزه الاوبن بيم ان هو بيفتح عينيك على حاجات، على ناس ثانيه اوريدي متخصصين تخصص شديد. يعني السينكرو ده ما بيعملش حاجه غير سيميوليشن، خلاص هو سيميوليشن، لكن النافس وورك بيعمل سيميوليشن وبيعمل كوانتيتي كوف وبيعمل معرفش كلاش ديتكشن وهكذا. فنتيجه السينكرو متخصص في شيء معين فبيبقى متميز جدا وعنده يعني امكانياته كبيره جدا. ده مش بيقلل من النافس وورك، لكن ده بيقول لك ده امكانياته اكتر من ده. السينكرو امكانياته اكتر من نافس في ال 4D. ماشي، النافس وورك بيعمل ايه؟ النافس وورك بيبقى عندك سكادول وبتعمل سكادول فيه وكل حاجه، هو بيعمل كل حاجه تقريبا يعني. الحاجات اللي لكن اللي هي دي كلها يعني هو بيعمل نفس. ما اقول لك ممكن يكون بصفه عامه يعني، بس مش اللي انا بعد النهارده بقول لك ايه، بقول لك ده نموذج من النماذج وليس احسن نماذج. ماشي، فسينكرو نموذج من النماذج اللي بتتم. النافس وورك كويس وكل حاجه، لكنه من وجهه نظر الشخصيه هو سينكرو احسن منه في ال 4 دي. ماشي، تمام. لكن السينكرو ما بيعملش اللي هو ال 5 دي، ما بيعملش الكوست استيميشن خلاص. هو برضو النافس وورك بيعمل كوست استيميشن برضو، لكن هو يعني مثلا على سبيل المثال السوليبري احسن منه في الكوست استيميشن، والسوليبري احسن من الاوتوكاد نفسه من الريفت في الكوست استيميشن. ماشي، لان الريفت نفسه عباره عن موديلنج، يعني كويس جدا لا يقول عليه في الموديلنج وفي الداتا انتري، لكن مثلا في حاجات تانية مش كويس فيها. يعني مثلا في الانرجي اناليسيس، لا هو مش كويس في الانرجي اناليسيس، هو في برامج متخصصه في الانرجي اناليسيس. في الكوست استيميشن لا، هو اوكي كويس بيطلع تكلفه وكل حاجه، بس لكن بتطلع تكلفه لو انت عندك ملفات ريفت، لو لكن الواقع ما فيش ريفت، الواقع فيه اي اف سي، انت بتتعامل مع 100 طرف. هل هيطلع لك الانفورميشن اللي موجوده في الاي اف سي بنفس قوته لو هو ريفت؟ لا. لكن البرامج الثانيه زي السوليبري عنده قدره انه يدخل لك لادق العناصر في الاي اف سي موديل ويطلع لك كل الخصائص المرتبطه بيها، فهو قوي جدا. وبرضه بالنسبه للكلاش ديتكشن، ان عندك في النافس كلاش ديتكشن عباره عن ايه؟ عباره عن كلاش ديتكشن، يعني حاجه كلاش مع حاجه، المسافه بينهم ما اعرفش 5 سم ما اعرفش ايه، خلاص خلصت. انا مثلا لكن الكلاش ديتكشن في السوليبري عباره عن ايه؟ الكلاش ديتكشن في السوليبري هوريها لك ثانيه واحده. انت دلوقتي عندك مثلا السوليبري ده مثلا الموديل ده، هنروح هنا نشوف الرولز. كل دي اللي انت شايفه ده من اول هنا لكل هنا، ده نماذج من الرولز. عددهم كام؟ عددهم مثلا 50 60 حاجه زي كده. فين الرول الوحيده اللي هنا اللي ليها علاقه بالكلاش ديتكشن؟ هتلاقيها رول واحده بس، اللي هي اظن ديستانس بتوين، لا ممكن كومبوننت ديستانس حاجه زي كده. عباره عن رول واحده من اصل كام؟ من اصل 50 او 60 رول. بقيه الرولز دي عباره عن ايه؟ هل هي ليها علاقه بالكلاش ديتكشن؟ لا، حاجات تانية خالص. بيشيك لك على المسطحات، بيشيك لك على الردوء، لو انت مثلا بتبني عماره بتبني كذا، بيشوف لك الردوء بتاعتك دي وفقا للنظام ولا لا، مسطحات المناور، مسارات الهروب، باب مثلا عندك مثلا باب مثلا قدامه عمود، يقول لك لا خلي بالك الباب ده قدامه عمود فده هيعيق الحركه. الكلام ده كله ملوش وجود في النافس. النافس بيقول لك الضغط ده خبط في العمود ده، الكلاش ده بس الكلاش اللي هو ايه؟
رول واحده من اصل كام؟ من اصل 50 رول او 60 رول. انا احسن سوليبري احسن أكيد. في الايشيو مانجمنت مش في التخصص، في الايشيو مانجمنت او في الايشوز عامه، استخراج الايشوز. الايشوز دي عباره عن ايه؟ مش مشاكل، لا ملاحظات، كومنتات كده، مش لازم مشكله خلاص. وزائد ده ان انت عندك هنا اهو كلاسيفيكيشن، انت عندك هنا قدره على كلاسيفيكيشن عاليه جدا، انت بتصنف لاقصى درجه، انت كل حاجه من دي انت بتصنفها، انت عندك ده ممكن الجزئيه دي انت ممكن تصنفها لمثلا لكل حاجه، الازاز والبروفايل وكل شيء ده كومبوزيت. اه تمام هي الفكره. فالفكره في الاوبن بيم ان انت بيفتح عينيك على ناس متخصصه او برامج متخصصه، برامج ما بتعملش غير حاجه واحده بس، فبالتالي هي متميزه فيها جدا، وما يعني ايه، والقوقعه اللي الواحد عايش فيها ان هو انا خلاص انا تحت مظله الاوتو ديسك، لا في ناس تانية غير الاوتو ديسك شغالين ومتميزين جدا، وحرام ان انت تحرم نفسك من الايه، من الامتيازات دي وقاعد مع الاوتو ديسك بس، لا انت في عندك برامج تانية زي قلت لك السوليبري ده 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 وهكذا، وما بتعملش حاجه في الدنيا غير حاجه معينه، فبالتالي هم متخصصين. تمام بقى بعد اذن معاليك، بس سؤال الاخير لو هم اللي سمحوا لنا بس. عندي في لما يكون انا ديورنج الكونستراكشن بيجي لي اي ايز انجينيرنج انستراكشن من الاستشاري او من الكلاينت، لما باجي اعمل لها انعكاس على الموديل بيبقى في حاجات فيها تغييرات وفي حاجات فيها اديشن وميشن. يعني على سبيل المثال لو حاجات اتغيرت مثلا، اتغيرت كومبليتلي، يعني في حاجات اتشالت وحاجات اتحطت مكانها، فده بيبان ازاي في الريبورت اللي بيطلع من الريفت؟ حضرتك اتكلمت عليها قبل كده بس اتكلمت بصيغه ان التغيير بيتم وبتعدل، لكن الاوتبوت بقى يعني هيبقى عامل ازاي، او شكله هيبقى عامل، هيبقى في اديشن وميشن برضو؟ ما انت دلوقتي ده دلوقتي انت عندك في ريكويست للتغيير خلاص. تمام ريكويست للتغيير ده اللي هو زي ما احنا قلنا بنتكلم عليه في الايشو مانجمنت، انت عندك في حاجه هيتم هيتم ليها كوميونيكيشن ما بين كل الاطراف. نعم انت دلوقتي مثلا نفترض ان انت طلعتها او وضحتها في برنامج معين، وضحتها مثلا نفترض في الريفت خلاص، او هو الشخص اللي هو الاستشاري عندك وضحها في الريفت بتاعه. هيوضحها عندك ويبعتها ليك، هيبعتها لك انت كمهندس تبع المقاول، هيبعتها لك مثلا في البيم كولاب كلاود خلاص. انت بتدخل على البيم كولاب او بيجي لك نوتيفيكيشن من بيم كولاب كلاود ان انت في طلب او في ايشو مرفوعه لك من الشخص الفلاني، بيجي لك عندك، انت بتفتح عندك على ايه، بتعمل لها سينكرونايز مع الريفت اللي عندك، بتجي لك عندك بتدوس عليها كليك بيروح لك بالظبط الحته اللي بيتكلم فيها، هو عايز يغير حاجه معينه، الحاجه المعينه دي انت شايف انها هتاثر على الايه، الكتروميكانيكال. تمام خلاص، فانت بترفع او بتوجه اعاده توجيه للايشو دي للمهندس الالكتروميكانيكال وترفعها على البيم كله، والبيم كله بيبعتها له تاني. طبعا الكلام ده كله مش كله ريفت، انت بتتكلم مختلف. احنا ليه قلنا البيم كله؟ عشان خاطر انا بتعامل مع الاي اف سي، ان الفتره الجايه ان اغلب الناس هتتعامل مع الاي اف سي، حتى لو الناس شغاله ريفت، يعني حتى لو المهندس او السب كونتراكتور بتاع الالكتروميكانيكال شغال ريفت، مش هيدي لك الريفت بتاعه، هيدي لك الاي اف سي علشان يحافظ على الحقوق الملكيه بتاعته. فانت كده مهم ان هيتعامل مع الايشو بتاعتك اللي انت بتعملها، بتردها تاني بين كلها بتروح يبعتها للالكتروميكانيكال وهكذا. الالكتروميكانيكال ممكن يعدل مثلا يشيل الضغط او يغير او اي حاجه اللي هو عامله، يبعتها لك تاني وانت تعدل الجزء بتاعك وترد للايه، للانيشيتور اللي هو رفع لك الايشو وهكذا. يعني تمام يا ريت تكون واضحه. تمام هندسه، ربنا يكرمك يا رب، جزاك الله خير والف شكر لحضرتك. عفوا، الله يخليك. شكرا باشمهندس احمد، تفضل باشمهندس عمر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شكرا جدا اولا على المحاضره. يعني انا طالب يعني في قسم عماره، في ثالثه عماره وكده، جربت موضوع الكولابوريشن
في مسابقه بسيطه يعني، كانت فيلا وكده. فكان موضوع الورك فلو ذات نفسه كان حصل معانا فيه مشاكل كتير وما عرفناش حلها، منها السينكرونايزيشن ذات نفسه، كنا شغالين على سنترال فايل، وانا ومثلا وتيم معايا مثلا معماريين وكان معانا انشائيين برضو. فكان مثلا مشاكل زي اللي يعمل سينكرونايزيشن في نفس اللحظه الفايل يضرب، او الاي اف سي برضه حتى لما جينا نطلعه في النافس ورك لقينا في بعض البيانات بتضيع، مش عارفين ايه حل المشكله دي بالنسبه للاي اف سي، يعني في حاجات بيحصل لها الانفورميشن بتضيع برضه. واخر حاجه الورك سيتس، يعني لو انا مثلا كمعماري مثلا عايز امسك مثلا انا جزء الحوايط بس، مش عايز حد تاني يعدل لي على الجزء ده في نفس التيم، يعني ده بتاعي انا عشان هو ما يتلخبطش، ولو عايز يعدل يعني حاجه زي الكومنت بس انا عايزه يقول لي لا انا عايزك تحرك دي وكده، بس من غير ما يقعد يلعب في الجزء اللي انا مثلا مختص بيه وكده. فايه الورك فلو في الدنيا التداخل ده كله مثلا؟ لا هو بالنسبه هناخدها من ورا قدام، موضوع الورك سيتس دي موجوده، انت بتتكلم على ملف ريفت ماشي، ملف سنترال ريفت الكل شغال عليه خلاص. فانت اللي انا متذكره بموضوع ان انا ما اشتغلتش قوي في الموضوع ده، بس انت بتكون انت عندك ورك سيتس معينه انت شغال في الجزئيه دي خلاص، ما حدش شغال فيها او ما حدش عنده قدره بيشتغل فيها غير لما انت يعني تعمل عمليه سنكرونايزيشن مع السنترال موديل وخلاص تتنازل عن حق ان انت تشتغل فيها، مفيش حد عنده قدره انه يشتغل فيها غيرك انت. يعني موضوع ان انت هتقسم الموديل بينك وبين الاطراف المعنيه بحيث ان كل واحد يمسك جزء معين، الكلام ده كله اوريدي موجود، يعني موجود كويس جدا جدا في الريفت. انت ممكن تكون انت مثلا او التيم اللي معاك ممكن تقصهم معلومه هنا او هنا عشان كده ما عرفوش يعملوه، لكن الموضوع ده لا، الموضوع ده في الريفت محكم جدا، حكايه ان انت تشتغل ومحد وتمنع غيرك يشتغل في المنطقه بتاعتك، لا دي معروفه محكمه. الموضوع اللي قبليه اللي هو موضوع الاي اف سي اللي انت حكايه انك بتصدره وبيطلع معلومات خاصه معلومات مختلفه، والاي اف سي فيه ريفيجن كتيره وكل مره بتتغير، والاي اف سي لسه في مرحله الايه يعني هو مرحله تطوير، يعني هم متنبئين له ان هو يوصل او ست مراحل تطوير تقريبا، هو دلوقتي في المرحله الرابعه تقريبا، فعنده قدامه مرحلتين. الاي اف سي موضوع مش سهل، ان انت تصدر اي اف سي بالانفورميشن بتاعتك بتبقى موضوع محتاج شويه دراسه او محتاج شويه قرايه، مش دراسه، محتاج شويه قرايه بحيث ان انت تتحكم او تعرف بالظبط المودلز بتصدر ازاي، او الموضوع مش مجرد اكسبورت اي اف سي اوكي، لا لا انت اكسبورت اي اف سي وتتحكم، تدخل بقى في تدخل في اللي هي السيتنج وتقعد تغير ده وتعمل ده وهكذا، بحيث ان انت الموضوع مش بسيط في الاي اف سي، محتاج شويه دراسه وبيختلف من برنامج للتاني. يعني مثلا احسن برنامج في التصدير بتاع الاي اف سي الاركاد بيطلع الاي اف سي مفيش اي مشاكل، الاوتوكاد لا اللي سوري الريفت بيطلع بس في شويه محتاج ايه تاخد بالك من بعض النقاط ان انت تاخد بالك، فالموضوع هو بيحصل مشاكل في الريفت. فالموضوع في الاي اف سي محتاج قرايه قبل الشغل، الموضوع مش مجرد اكسبورت اوكي بس، لا الموضوع قرايه في الاي اف سي. فانت لو انت قريت كويس في الاي اف سي هتلاقي نفسك الحاجات دي كلها تم استيفائها. شكرا جدا يا باشمهندس، شكرا جدا على المحاضره. عفوا. انت شيء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. ازيك يا باشمهندس عادل، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله محاضره رائعه جدا والله، جزاك الله خيرا. الله يخليك. يعني كل نقطه من حضرتك اتكلمت عنها ديت عايز كورس كامل يعني. سامعني يا باشمهندس عادل؟ سامعك كويس. حضرتك بالنسبه للدالوكس اللي حضرتك اتكلمت عنه بالنسبه لل ان انت في الموقع بتشوف ايه الحاجات اللي هي المفروض تتحط في مثلا ضغطات او مواسير او مخارج ديت بتتحمل ازاي او بتعمل ازاي يعني على انت دلوقتي عندك لا انت ما بتحملش على الموبايل، انت بتعمل ايه؟ انت عندك في كلاود ابلكيشن اللي هو ايه، انت بتعمل انت دلوقتي ممكن تدخل، انا الرابط اللي انا حاطه على البرزنتيشن
انت ممكن تدخل وتعمل وتعمل ده ساين اب فيها او اكاونت وخلاص. تمام ماشي. بس هو في نوعين، في اللي هو الفري وفي اللي هو بفلوس. الفلوس هتلاقي فيه امكانياته اعلى، الفري امكانياته قليله. المهم انت بتدخل على الموقع ده وبتعمل اكاونت، والموقع ده بتعمل ايه؟ بترفع فيه المودلز بتاعتك، وبترفع فيه وبترفع جواه الرسومات بتاعتك، ترفع جواه كل حاجه انت عايزها. خلاص الرسومات دي تبقى 2 دي او 3 دي عادي ولا مع الاي اف سي؟ بس 3 دي، مع الاي اف سي 3 دي. ال 2 دي اللي هو بي دي اف فايلز. لا لا، انا مش انا رافع قدامك وحطيت لك الموديل على اللوحه. تمام. ما هو ده انت شايف قدامك. ادي اللوحه البي دي اف وادي الموديل. تمام. وفي نفس الوقت بتعمل انفيتيشن للناس بتوع الموقع. خلاص بتعمل انفيتيشن ليهم، عندك مهندسين الموقع 2 3 4 تعمل انفيتيشن ليهم، بيجي لهم وهم بينزلوا على الموبايل بتاعهم او التابلت بتاعهم، بينزلوا الابلكيشن موجوده على جوجل، على سواء اب ستور او الـ سامسونج، انا مش متذكره. المهم بينزل الابلكيشن خلاص، ويدخل ويعمل اكونت ويستقبل الانفيتيشن بتاعك. خلاص يدخل على ايه؟ على المودلز، الموديل الموجود في السيرفر اللي هو بتاع الدالكس. فتلاقي الدنيا مهما كان الموديل تقيل، هو بالنسبه لهم ملوش علاقه، هو الموبايل ما هو الا لينك بس للايه؟ للموقع. الموقع نفسه هو في سيرفر يعني بياخد صوره بس يعني. لا، وانيميشن وابتدى نافيجيشن عادي جدا، بيتحرك عادي جدا، وحتى لو امكانيات الموبايل ضعيفه هو عادي جدا. نتيجه ان هو مش يعني السيرفر اللي موجود في الموقع هو اللي بيقوم بالكلام ده. المهم هو معاه تابلت، هو معاه الموبايل بتاعه، بيدخل بيشوف المودلز، بيشوف الانفورميشن الخاصه بيه، بيشوف الرسومات، وفي كوميونيكيشن بتتم بينك او ما بين مهندس الموقع ومهندس المكتب الفني او الفريق بتاع الانجينيرنج. عنده مثلا مشكله بيعمل كلاود ويبعتها، التاني بيرد عليه، هكذا. يعني الطريقه التقليديه المهندس المكتب قاعد، مهندس المكتب الفني قاعد، وحواليه 2 3 من مهندسين الموقع، ده عايز كده، ده عايز كده، ده عايز كده. خلاص دلوقتي لا، انت مهندس المكتب قاعد على الكمبيوتر بتاعه، ده عايز حاجه يبعث له، ده عايز حاجه يبعث له، هو بيرد على ده ويرد على ده ويرد على ده. التاني يرد عليه بصوره، ويرد عليه بكلاود، ويرد عليه بكومنت، ده يرد عليه بتعديل، بيحدث الموديل، بيطلع بيديله لوحات اضافيه، بيرفع له ار اف اي، هكذا. يعني وسيله اتصال ما بين اطراف المشروع داخل الموقع. ممكن اسجل يعني، برضه ممكن اسجل بيه يعني. مثلا انا عايز مثلا اطلع على المكتب الفني واعدي الحاجات او اظبط حاجات، مثلا ملاحظات مثلا معينه او حاجه معينه. انت بتسجل في اللي انت عايزه خلاص، وتبعتها للمهندس المكتب الفني، خلاص هو بيستقبلها ويرد عليك، وهكذا. تمام. شكرا جزيلا يا باشمهندس، الله يكرمك. يعني ما شاء الله محاضره رائعه، تسلم. الله يكرمك. الله يخليك. السلام عليكم. السلام. باشمهندس محمد عبد الرازق، اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. شكرا جزيلا لحضرتك على المحاضره القيمه دي الدسمه الرائعه دي، جزاك الله خير. الله يخليك. حضرتك، انا مهندس كهرباء، في حاجه زي السولابري مثلا، لو في لكس في مثلا في سبيس معينه قليله او زياده، في مثلا في مشاكل في الجلير او في مشاكل، يقول لي مثلا في مشكله هنا، في فولتج دروب عالي في سيركت معينه، ينبهني ليها، في حاجه زي كده لقسم كهرباء. والله انا ما عنديش خلفيه قوي في موضوع الكهرباء، بس اللي انا واثق فيه، طالما ان انت شغال اوبن بيم، وطالما ان انت طلعت من قيود الفايل فورمات خاصه ببرامج معينه، فانت عندك خلاص، عندك السوق دلوقتي كله مفتوح قدامك، وهتلاقي برامج متخصصه خاصه بالجزئيه دي، هتلاقيها بتعمل لك اللي انت عايزه. لكن انا عن نفسي انا ما اعرفهاش، بس زي ما قلت لك، هو الفكره ان انت خلاص انت شغال اوبن بيم، عندك نيوترال فورمات، شغال على اي حاجه خلاص، فانت كده عندك حريه كامله انك تدور على اي حاجه ثانيه، على اي برنامج متخصص في الكلام ده. لكن انا عن نفسي لا، انا ما اعرفش البرامج دي. هو في زي الدايلكس ايفو ممكن وانا بصمم بينبهني الحاجات زي كده، بس مثلا معماري في الفالس سيلينج ممكن يحرك لي كشاف بسبب الديفيوزر بتاع التكييف او كده.
فاللكس ممكن يفرق او يحصل فيه مشكله. فانا قصدي بعد كده كمرحله تاليه للكوردينيشن على السيلينج ينبهني مثلا كده اللكس اوف ليفل عالي في جلير في مشكله في حته معينه. ما اقول لك الكلام ده اللي بيطلعه لك هو البرامج المتخصصه بالاضاءه. تمام. يعني انا الجزء اللي احنا اتكلم فيه الايشو مانجمنت والكلام ده كله ده ملوش علاقه بالاضاءه، لكن هو لا ما فيش حد هيعدل لك حاجه الا اذا رجع لك انت. ماشي. فلما يرجع لك انت وانت دخلته على البرنامج بتاعك بتاع الاضاءه واكتشفت ان هو بيعمل تكثيف الاضاءه في حته وحته بتبقى فاضيه، لا انت بترد عليه تاني تقول لا او توصل معاه الحل وسطي يعني. بس هو الموضوع زي ما قلت لك هو متخصص او فين يعني، او البرامج اللي بتعرف او بتعمل الكلام ده كله برامج متخصصه في الاضاءه دي انا ما اعرفهاش. تمام يا باشمهندس. طب في سؤال تاني بخصوص البيم كولاب. ايوه. والبيم 360 والزي بيلدر. دي كلها برامج بيحصل فيها يعني داتا، يعني بيحصل فيها كولابريشن ما بين الاقسام كلها والناس في السايت والناس والديزاين الكلام ده كله. هي كل دي تولز مستخدمه. انا كل اللي انا عملته النهارده ان انا وضحت لك تول من ضمن التول اللي هي اثبتت كفاءه والناس شغاله بيها. طب ايه افضلهم في الثلاثه؟ بص زي بيلدر انا ما اشتغلتش فيه، ما اعرفش حاجه فيه كتير، لكن البيم 360 هو طبعا رائع جدا جدا جدا، بس زي ما قلت لك يعني بيحرمك من امكانيات او بيحرمك من شركات تانية متخصصه عندها قدره انها تطلع شغل كويس جدا. فانت كده البيم 360 انت بتحصر نفسك وتحط نفسك تحت مظله اوتوديسك، خلاص هي المتحكمه هي المسيطره على كل شيء. وفي برامج تانية بره حلوه جدا فانت منعت نفسك عنها، هي دي الفكره. بس بيم 360 رائع لا يعني كويس جدا، وكلها في الاول في الاخر تولز انت بتستخدمها فانت بتختار الانسب لك. يعني البيم كولاب مثل ان هو اوبن بقى، يعني خلاص انت منفتح على الدنيا، فتح على كل البرامج، فتح على كل الاوسرين تولز سواء تكلا اول بلان اركاد اي شيء. وكل ده ما قلت لك هي وسائل لهدف واحد، فانت اختار او طرق لهدف واحد، فانت اختار الطريق اللي انت عايزه او الشركه اللي انت ايه اللي بتختار يعني. شكرا يا باشمهندس. شكرا جزيلا. عفوا. شكرا. شادي باشمهندس عادل، هل في امكانيه حضرتك تعمل شير للايميل بتاع حضرتك عشان في كذا حد سال عليه يعني؟ ايميل؟ هل في امكانيه لكده؟ عادي يعني مفيش مشاكل. شادي ثانية واحدة. اتفضل باشمهندس ياسر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مهندس عادل، نورتنا النهارده. امس ياسر حبيبنا. الله يبارك فيك يا رب. الحقيقة أنا عندي مداخلة وسؤال، فهبدأ بالمداخلة. أنا عايز أوضح للجماعة اللي حاضرين كلهم، المهندس عادل النهارده وضح لنا في المحاضرة الأكثر من رائعة دي سمة مهمة جدا بتميز إدارة المشاريع. السمة دي إن إدارة المشاريع بتحتاج أو هي ليها علاقة بأطراف كتير جدا، والأطراف دول كلهم متصلين ببعض والسكوب بتاع كل طرف متقاطع مع الأطراف التانية، بالتالي بيؤدي ده إلى مشاكل لا حصر لها. والتكنولوجي دلوقتي بتحاول إلى حد كبير جدا توفر لنا تولز لحل المشاكل دي. ده يوصلنا لإيه في النهاية؟ إن إحنا كمهندسين أو كعاملين في بيئة البناء أو مجال الكونستراكشن، إن إحنا نفضل دايما في حالة تعلم سواء على المستوى الأكاديمي والتكنولوجي أو على مستوى الخبرة. يعني اللي عرضه لنا المهندس عادل النهاردة يعني بيوضح لنا إن الموضوع ما جاش من مجرد إن أنا أتعلم بعض السوفت ويرز فهعرف أنسق ما بينهم، لازم يبقى عندي فهم لمتطلبات إدارة المشروع اللي أنا فيه، وفاهم السكوب بتاعي وفاهم السكوب بتاع كل طرف من الأطراف
علشان نقدر نحط فريم ورك كويس نتعامل بيه كلنا. ان المهندس عادل يفتكر اقل من ربع الشغل ده كنا بنعمله مع بعض في مشروع توسعه المسجد النبوي، وكان هو عنده فريق وانا عندي فريق، كنا علشان نطلع ربع نتائج الشغل اللي شفناه النهارده كان في ما لا يقل عن 15 فرد مثلا علشان يطلعوا الريبورتس بس المدير المشروع الكونستراكشن مانجر. وكنا بنحاول نبقى مبدعين قبل ما تنتشر برامج البيم. يمكن كان المشروع بيتصمم وقتها ريفت، بس كنا بنخلص الشغل في الموقع وبعد كده الموديل بتاع الريفت يجي لنا حين ميسره. فاحنا كنا بنجتهد ان احنا نطلع البروجريس على 3 دي ماكس ونعالجها على الفوتوشوب ونحط الانفورميشن بتاعت الاليمنتس بايدينا علشان نعمل شير للانفورميشن ما بين اطراف المشروع. فهي دي نصيحتي للكل، ان لازم كلنا نفضل في حاله تعلم مستمر سواء على المستوى الاكاديمي، ونتطور من خبراتنا بالاطلاع على التكنولوجيات الحديثه. جزاك الله خير مهندس عادل، حتى واضح من كتر الشاشات اللي كنت بتعرضها لما تيجي تتنقل ما بينها قد ايه انت بذلت مجهود جبار علشان ترتب المحاضره بالترتيب الجميل ده. وسؤالي الحقيقه في بدايه المحاضره انت كنت بتقول لنا ان احنا لما نيجي نعمل تشيك على الموديل، احنا الموديل بيبقى جاي لنا مثلا من السب كونتراكتور للكيرتن وولز مثلا، سب كونتراكتور للضغطات التكييف، هل في تول او سوفت وير من اللي عرضتهم يسهل عليا ان انا اعمل الكومباريزون ده ما بين التو مودلز، يعني الموديل اللي جاي لي من السب كونتراكتور والموديل اللي عندي بتاع ديزاين؟ اه طبعا، ما هو ده السوليبر اللي بتكلم عليه، ان انت دلوقتي عندك بتعمل تو مودلز، انت عندك المودلز اللي هو بتاعك انت كديزاين وعندك الموديل بتاع سب كونتراكتور، بتحط الاثنين مع بعض، بتعمل لهم امبورت ليهم في السوليبري، وبتعمل الرولز الخاصه بيك، يعني الرولز اللي هي موجوده مثلا انت عندك مثلا اللي هي على سبيل المثال الاعمده مثلا في الديزاين عباره عن كونكريت، الاعمده في السب كونتراكتور عملها حولها الحديد، فانت بتحط ده مع ده وبتحط رولز معينه، بتشوف هل الكلام ده هل اعمده الحديد دي كلها مثلا، وانت موافق انها تبقى حديد، هل اعمده الحديد كلها مدفونه جوه الاعمده الخرسانه بحيث انها مش جايه يمين او جايه شمال، بحيث انها طالعه بره الحدود بتاعتها؟ بتعمل من الرولز الكتيره قوي اللي احنا شفناها، احنا قلنا في عندنا 60 رول موجوده او 60 رولز موجوده في السوليبري، انت بتدور على الرولز اللي انت عايزها وبتغير فيها شويه بحيث تعرف هل الكلام ده، هل الموديل بتاع السب كونتراكتور هل هو متوافق او متجانس مع الموديل اللي هو بتاع الديزاين ولا لا؟ هي وضحت لي دلوقتي، لان انا ما كنتش فاهم ان انا اقدر اعمل امبورت للتو مودلز مع بعض، كنت فاهم. لا 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 اوكي، انت هتبص عليها هنا، انت هنا مثلا على سبيل المثال هنا لو انت بتتكلم ده، هنا انت هنا تشيكين مودلز، ده دي المودلز اللي عندك، انت بتعمل هنا بتعمل انسيرت لاي موديل 1 2 3 20 موديل بتعمله، وبعد كده بتعمل له كلاسيفيكيشن، تروح هنا تقول له كلاسيفيكيشن، تصنف الموديل ده بتاع السب كونتراكتور بتاع كيرتن وول، الموديل ده بتاع السب كونتراكتور مثلا بتاع كذا، الموديل ده بتاع ديزاين دروينج، بتعمل كلاسيفيكيشن وبعدين ترجع تاني وتعمل ايه؟ تعمل الرولز، الرولز دي بتختار الرولز اللي انت عايزها ماشي؟ وتعملها وترجع تقول له خلاص انا عملت الرولز، اعمل لي بقى ايه؟ التشيكنج، هيعمل التشيكنج خلاص، تشيك مودلز، هيطلع لك هنا الكلام ده كله. واحد انا لما بشوف الشاشات دي واللي بتعرضه ظنيت ان كل الرولز دي انا بعملها جوه موديل واحد، مش لا 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 لا، انت عندك مودلز كتير عندك. اوكي، شكرا ليك باشمهندس عادل، وشرفتنا النهارده، وربنا يبارك فيك ويجزاك خير يا رب. عفوا. مصطفى مبروك، اتفضل. الو الو، باشمهندس عادل شاكر ليك جدا على المحاضره اللطيفه دي، واتمنى ما اكونش انا محاضره، اتمنى يعني ما اكونش اخر محاضره. انا كان عندي استفسارين، استفسار الاولاني متعلق بعمليه الفاليديشن اللي ممكن تتعامل للمودلز اللي جايه لحضرتك دي كلها. احنا عندنا في مشاكل بتقابلنا ساعات، ان مثلا على سبيل المثال في الريفت لو حد بيحصر اوت اوف ذا بوكس من الريفت مثلا حوائط مكونه من اكتر من طبقه،
تمام، بيحصل مشاكل مش بالحصر دقيق قوي في بعض الحالات، خصوصا لما بيكون في تلاقي بين حوائط وحوائط او حاجات زي كده. فالمشاكل اللي من النوع ده لما المودلر نفسه بيبتدي بقى يخش في كونسبت بتاع ان هو يمثل كل حيطه، كل لير قصدي، كانها حيطه منفرده، وطبعا بياخد وقت طويل بضاعات كتير لما هو بيستخدم الداينامو عشان يحل المشكله دي. فهل الحاجات اللي زي كده الشبيهه بكده حضرتك انت لما بتيجي تشتغل هل انت بتراجع عليها او بتعملها فاليديشن، ولا يعني مين اللي بيتحمل مسؤوليه لما يكون في حاجه زي كده غلط؟ لان ده هيفرق في الكميه، خساره لو بتتكلم على سكيل كبير او مشروع كبير او حاجه كبيره، الموضوع ممكن يفرق كتير جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه اللي كنت عايز اسال حضرتك عليها، ال او دي اللي بيطلع من المودلز دي بيكون هل هو 350 ولا 400؟ ومين اصلا اللي يعني هل السب كونتراكتور اللي بيعمل الكلام ده بحيث يطلع موديل مور ديتيلد، ولا بتبقى ديزاين مودلز وانت واخدها وممكن تضيف او ممكن المقاول يعدل عليها او يضيف عليها اكتر؟ يعني لان اللي بشوفه معظم المقاولين السب كونتراكتورز ما بيبقوش عندهم درايه كافيه بالبيم، وحتى اللي فيهم بيعمل مودلز بيم زي ما انا شفت كتير جدا ما بتبقاش ترتقي ان انت تعتمد عليها بشكل يعني ممتاز، ان انت تاخد منها معلومات تعمل منها كل التفاصيل اللي حضرتك بينتها لنا النهارده دي. فدي دول مسالتين انا اتمنى حضرتك تتكلم عنهم اكتر في الفتره اللي جايه. هو موضوع السب كونتراكتور ان هم الموديل بتاعتهم مش لا ترتقي مثلا لمستوى عالي نتيجه ان هم اغلبهم اوريدي مش شغالين بالبيم بصوره كبيره، ده ناتج ان انت لسه السوق العربي والمصري عامه ما وصلش لمرحله من النضج او التقدم بحيث ان انت يعتمد على البيم اعتماد كلي. فاغلب السب كونتراكتور بيعتمدوا على الديزاين، بس المرحله المستقبليه هتلاقي السب كونتراكتور غالبا هيتجهوا للتوجه ان هم لازم يزودوا مهارتهم او نضجهم بالنسبه للبيم، لان الموضوع بالنسبه لهم مكسب. يعني هم بيكسبوا في الكلام ده كله، يعني كون ان هو يعتمد على غيره او يعتمد على الديزاين موديل، الكلام ده يعني هينتج عنه خسائر بالنسبه له هو. فالوضع الحالي اوكي، الوضع الحالي زي ما قلنا احنا بنعتمد اعتماد كل على الديزاين او الموديل اللي هو بتاع الديزاين حاليا. يعني يبقى اللي ودي 350 او 300 مش 400 مثلا. هو ال LOD 350 ده اللي هو على حسب بقى اللي هو البيم اكسكيوشن بلان اللي انت عاملها الاول خالص. اصل في 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 مشكله دايما بتبقى انت مثلا لو عندك فساد مثلا فيها ايتمز، الايتمز دي في بعض الايتمز تبقى صغيره وغاليه، يعني الايتمز الكونكشن اللي بتبقى موجوده ما بين الجليزنج وما بين الازاز وكل كرتن وول وما بين الاليمنت اللي عامل سبورتنج ليها سواء كان ايا كان هو ايه، دي ايتمز صغيره وفيها تفاصيل وحاجات بتكلف. يعني لو مش معمول لها ديتيلز عاليه مش تعرف تحسب تكلفتها مظبوط قوي، او هيبقى في حاجه ناقصه. يعني ده اللي اقصده. ما هو الكلام ده، ما هو عشان كده بقول لك هو المقاول لازم يتجه باتجاه كبير في اتجاه اللي هو ان هو يطلع الموديل من عنده، لان هو اللي عارف الليفل اوف ديتيل دي. المصمم مهما كان هو بيعمل تصميم، لكن اللي في الاول وفي الاخر اللي بيغير هو السب كونتراكتور، هو اللي بيعتمد الماتيريال، هو اللي عنده البروفايل، هو اللي عنده الكونكشن، دي كلها موجوده عند السب كونتراكتور. لكن كونك انك تعتمد على الديزاين، الكلام ده ديزاين قابل للتغيير، والليفل اوف ديتيل بتاعته 350 او 300 مش هتسعفك ان انت تطلع حصر كميات او كوست استيميشن عالي جدا. طبعا مقارنه لو انت عندك موديل جاي من السب كونتراكتور، لكن انت دلوقتي حاليا انت ده معناه ان لازم تكون المودلز دي يعني زي ما بقول لحضرتك، يعني انت ازاي بتقدر تعمل لها فاليديشن بسرعه؟ لان دي مشكله. يعني انا لو عايز اعمل الكلام اللي حضرتك عملته ده، اول حاجه اكون خايف منها جدا ان انا يبقى في مشكله في الفاليديشن بتاع الموديل زي ما حكيت لحضرتك من شويه. فهل ده في طريقه حضرتك بتستخدمها بتسرع الموضوع الفاليديشن للمودلز اللي جايه لك، ولا حضرتك بتعتمد على انت تعمل الكلام ده مانوال بحيث تبص تشوف تراجع؟ لا، الفاليديشن الموديل ده قلت لك، هو لو انت عملت عاملها في السوليبري هتبقى الموضوع سهل جدا. انت بتعرف، انت لو في حاجه مرسومه مرتين او حاجه او كومبوننت وسب كومبوننت والكلام ده كله، الكلام ده كله في السوليبري حلو جدا، لان السوليبري بيتعامل مع الاي اف سي، والاي اف سي اوريدي عاملين حسابهم بالكلام ده كويس جدا. يعني كبيلدنج سمارت في الاي اف سي فورمات، هم عندهم يعني الموضوع ده بالنسبه لهم
متقدمين فيه جدا. انا فاهم ان انا فاهم ان الحاجات اللي تخص الدوبليكيشن والحاجات اللي زي كده سهل ان السوليبر يطلع، انا عارف السوليبر قوي جدا في الموضوع ده، بس المشكله كلها لما بيكون اصلا المشكله جايه من الليميتيشن اللي جاي من السوفت وير اللي اتعمل بيه الموديلنج، او ان اليوزر مش ويل تريند انف ان هو يقدر يحل المشاكل بتاعه السوفت وير او الليميتيشنز دي. ده اللي انا قصدي اقوله يعني. فلو عندك انت زي ما حكيت حضرتك زي موضوع الولز ده مثلا، دي مشكله معروفه جدا في الريفت لاي حد بيستخدم الريفت فترات طويله، ان هو لو انت بتعتمد على الحصر بتاعه اوت اوف ذا بوكس يعني مش هيديك دقه عاليه، لان هو لما يكون في طبقات هو بيلضم الطبقات ببعض بطريقه معينه، لو الكلام ده مش معمول له فاليديشن مظبوط هيديك في الغالب ارقام مختلفه شويه عن اللي المفروض تبقى حقيقه يعني، او تبقى المفروض في الحقيقه متنفذه. فالكلام ده هل في بروتوكول او حاجه نقدر نستخدمه بحيث نشيك على الكلام ده بسرعه؟ هو في حل تاني ان احنا من الاول خلاص اصلا اللي بينمزج يكون واخد باله من الكلام ده، بس بفرض ان في حد هو بينمزج عمل الكلام ده غلط. يعني مثلا على سبيل المثال حاجه تانية انا شفتها بنفسي وحصلت معايا، كان في غرفه بتاعت كهرباء كان فيها معدات كهربائيه كتير ومولدات وحاجات زي كده، وكان فيها نظام اطفاء اللي هو FM200 تمام. وكان السبينكلرز اللي موجوده بتاعته اللي متركبه فيه بتاعه ميه، مع ان المفروض اللي بتركب فيه تبقى غاز، يعني بيبقى فيه ما بقاش سبرينكلر اصلا، بيبقى زي ديفيوزر، يعني مش ديفيوزر، زي هوز كده بيطلع غاز وقت الحريق. فغلطه زي كده، دي غلطه يعني تفرق لو ما فيش فاليديشن معمول للمودلز قبل ما حد يحسب الكوست بتاعتها، ممكن ما ياخدش باله منها وتفرق جامد جدا في الكوست، لان انت في الاخر انت مش هتقدر انت تشوف كل اللي ورا الحسابات دي كلها، لان بتتكلم على مئات الايتمز اللي موجوده عندك في المودلز. فده اللي كنت بتكلم عليه، هل في طريقه اقدر انا اعمل بيها فاليديشن للمودلز دي بحيث ان لما اجي فعلا ابقى متاكد 100% ان ما فيش حاجه فيها غلط كمعلومات، انا بتكلم كمعلومات، لان انا شفت حاجات زي كده، انا قابلتني حاجات زي كده. ده اللي بسال حضرتك عليه، لان انا ما عنديش خبره قوي كتير قوي في ان انا احسب كم، ان انا اروح لحضرتك رحت له لحد الاخر كده، ان انا اوصل ان انا اطلع داشبورد زي دي، ما وصلتش للمرحله دي لسه، بس انا عارف كويس ان المشاكل اللي من النوع ده دي بتبقى مشكله كبيره، لان بتديك فولس انفورميشن، هي دي مشكلتها. اوكي، الطريقه في اول طريقه اللي هي الفيجوال تشيك، ده طبعا طريقه المانوال يعني. لكن في السوليبري عامه، انا اظن، انا ما اعرفش قوي، بس انا اظن ان انت هنا لو انت دخلت هنا في الرول سيت انت عندك هنا في رول سيت كتير جدا، انت ممكن يعني ممكن تعمل تشيك للموديل من الرول سيت دي. يعني لو انت دوست على اي رول سيت من هنا هتلاقيه شارح لك هنا this rule check intersection، ما اعرفش كذا، بيشرح لك بالظبط هي بتعمل ايه. فكونك ان انت مثلا تشيك الغرف دي او السبرينكلر او الموجوده، تتاكد مثلا ان السبرينكلر مش موجوده في غرفه الاف ام 200 خلاص. فانت ممكن تعمل رول ان انت تدور او تعمل زي ما في الايه فلترز او اماكن لاماكن الكلام ده كله، وترجعها عن طريق الرول دي نفسها. فالموضوع ده زي ما قلت لك موضوع ممكن ينفع انك تشتغله بالسوليبري. ان زي ما قلت لك، انت لما انت بتشتغل على الاي اف سي موديل بيكون عندك يعني ايه حريه كبيره جدا في كلاسيفيكيشن، وطالما انت وصلت في الكلاسيفيكيشن ووصلت الرول سيت، انت عندك يعني امكانيه عاليه قوي 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 ان انت تعرف انك تصنف، انك تفرز، انك تشوف الغرف دي فيها سبرينكلر ولا فيها هوز ولا فيها كذا ولا فيها كذا. بس الموضوع محتاج يعني ايه بحث. دي حاجه الواحد ممكن يشتغل عليها الفتره الجايه يعني، لان فعلا دي حاجه انا لاحظتها كتير جدا، بيبقى في ساعات لما بيكون انت بتعتمد على موديل زي كده في حاجه زي اللي حضرتك بتعملها، بيبقى في خطوره عاليه لو في معلومه غلط جوه. لازم تكون متاكد، لازم كل الواحد متاكد منها الاول قبل ما يعتمد عليها بشكل يعني. دي فلوس. بص، عشان كده لو انت خدت بالك هنا في اللي هو في البرزنتيشن، احنا قلنا في هنا types of model checking، check model اول حاجه انك بتشيك على الموديل قبل ما تعمل check model مع الديزاين موديل، قبل ما تعمل check model مع المودلز الثانيه بتاعه السب كونتراكتور الثانيين، انت اول حاجه بتشيك على الموديل كموديل كتصنيف،
كلوكيشن ككل حاجه. فالكلام ده زي ما قلت لك في السوليبري قوي جدا في الموضوع ده، قوي جدا في التصنيف او قوي جدا في الرولز، الرول سيت اللي انت بناء عليها بتكتشف كل الايشوز اللي انت بدور عليها. تمام تمام، شكرا جزيلا لحضرتك بجد على الاجابه دي. واتمنى بس حضرتك لو ينفع يكون في محاضرات تانية عن الموضوع ده، لان احنا محتاجين يعني محتاجين نتعلم اكتر عن ازاي نقدر ندرايف فاليو من التولز بتاعت البيم كلها، مش بس بتاعت الديسك او بتاعت الشغل. والله بصوا احنا كلنا بنتعلم يعني، هو الموضوع اصلا المجال جديد والتقدم كبير فيه، والواحد على طول لازم يكون بيحدث نفسه اول باول. اكيد اكيد، شكرا جزيلا لحضرتك وشكرا لبيم اريبي على المحاضره الجميله دي. عفوا. شكرا باشمهندس حيدر. في كام سؤال سريع، هو حضرتك جاوبت على معظم الاسئله في الشات تمام؟ اتفضل. عشان الناس اللي كتبت ما عملتش مداخلات، هل في مهندس لطف بيقول هل حديد التسليح من ضمن المكونات التي يتم تصنيفها وحسابها حسب الاقطار في التطبيقات التي استعرضتها؟ ممكن ممكن طبعا، بس ده ليفل اوف ديتيل عالي، بس لو انت عايز تعملها هتعملها. لو انت هتوصل لمستوى حديد التسليح والاقطار والكلام ده كله، لا انت ممكن تعمله عادي جدا، بس طبعا هياخد منك وقت ومجهود، بس انت ممكن تعمله بكل اقطاره وبتفرزه بمنتهى السهوله. تمام. ما الفرق يا مهندس محمد عبد الرازق؟ اظن انك جاوبت السؤال ده. البام كولاج والبام 360. تمام. حضرتك ذكرت تشيك الموديل، هل المقصود به الاعتراضات الفنيه التي قد تظهر بين الاقسام، ام المقصود لا 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 مراجعه للموديل؟ لا، التشيك موديل ده الموديل نفسه. يعني بص انا اقول لك حاجه، في ثلاث انواع من التشيكينج. الموديل بشيكه، هو الموديل نفسه بشيكه مع نفسه خلاص. ثاني حاجه بشيك الموديل مع الديزاين موديل اللي هو بتاع المصمم. ثالث حاجه بشيك الموديل مع السب كونتراكتورز الثانيين. فالتشيك موديل ده الموديل بس. هنا في بي دي اف فايل، لو هنا اهو، هنا بيتكلم على ده من بيلدنج سمارت، بيوضح هنا حاجه اسمها IBM اللي هو بيزك انفورميشن ديليفري مانوال. انت دلوقتي عشان تعمل موديل، هو ده الدليفري مانوال بتاعك اللي انت المفروض الموديل بتاعك يكون فيه الحاجات دي. فانا بشيك الموديل بحيث يتوافق مع ما تم اصداره من بيلدنج سمارت. زي ما قلنا هنا مثلا بشيك فايل نيم لكومبوننت، بشيك المودلز ك اللي هو السيرفينج بوينت، بشيك المودلز كلود بيرنج، كل حاجه. فالملف ده برضو مهم جدا، انا ممكن ابعته لك برضو بحيث الناس برضو تبص عليه. يعني ده مهم في تشيك الموديل كموديل بغض النظر عن المودلز اللي حواليه. اي برنامجين افضل من سايم تسال، السينكرو ولا البريمافيرا؟ لا لا، انت لما تعمل مقارنه لازم عارف ابل تو ابل. فالبريمافيرا لا يعلى عليه في مجال التخطيط، لا يعلى عليه ماشي. السينكرو هو بيعمل ايه؟ بيعمل 2 دي وبيعمل 3 دي، البريمافيرا ما بيعملش 3 دي. فانت علشان تاخد الحسنيين، فانت احسن حاجه ان انت تاخد ملف البرافيرا وتعمل له امبورت للسينكرو، وبعد كده الملف ده تشتغل عليه 3 دي، او تشتغل عليه مش سوري 4 دي، تشتغل عليه 4 دي اللي هو السيميوليشن. ده احسن حاجه. لكن لو مشروع صغير محندق كده، فانت لا اشتغل سينكرو على طول خلص نفسك يعني. لكن لو مشروع كبير، او انت مثلا او اوريدي في قسم التخطيط عندك اوريدي شغال برافيرا، مش هتقول لهم معلش يا جماعه لا انا هشتغل مع نفسي، لا الشغل بتاعهم هتاخده امبورت للسينكرو وتبدا من عندهم. بس البرمجيرا طبعا رقم واحد في السوق كتخطيط يعني. اوكي. طيب ازاي اعمل سايت لاي اوت بطريقه بروفيشنال، وايه التولز اللي ممكن استخدمها؟ سايت لاي اوت كاي لوجيستيك يعني؟ كموقع يعني ولا ايه؟ مش مكتوب، هو سؤال كده بالظبط يعني. هو سايت لاي اوت لو هو بيتكلم على اللوجيستيك زي مثلا بورت كابنز ومستودعات ومسارات وما اعرفش ايه، ده بيتم هو يعني بيتم عامه، هو بيتم بره كتصميم عادي، بس انت بتترجمه في البتاع في السينكرو، علشان بتدرس حركه المعدات، بتدرس حركه الكرينز،
بتدرس السكافولدينج والفورم وورك، الكلام ده كله بيدرس. فلو انت عملته في السينكرو بيكون كويس قوي، وخصوصا ان هو ليه بعد رابع الزمن يعني، فانت بشوف تغيره على مدى الزمن. صحيح. انا بشكر حضرتك كده. معظم الاسئله يعني في ناس بتسال على هل في بروجكت او ممكن يترفع او مشروع كامل منفذ للتدريب عليه كمرجع وتدريب لايه للسينكرو مثلا ولا ايه؟ اظن مشروع مطبق فيه اللي حضرتك قلته يعني. لا اقول لك حاجه، هو في لينكد ان اللي هو اللي هي الكورسات التعليميه، لينكد ان فيها كورسات حلوه للسينكرو والبيم كولاب، سوري مش بيم كولاب، اللي هو السوليبري. ميزه اللينكد ان انت اول شهر مجانا، فانت ممكن تشترك شهر وتاخد الكورسين دول وزي الفل بس، وتعمل داونلود للفايلات يعني مثلا الملف ده اللي هو بتاع فين ده ملف جاي من اللينكد ان اللي هو الكورس التعليمي بتاع اللينكد ان، ومجانا. انت بتاخد شهر مجانا، تدخل تاخد الكورس مجانا، تاخد المودلز مجانا، بحيث تعلم نفسك بنفسك يعني. ونفس الكلام لو انت شفت هنا الموديل ده برضه نفس الكلام من لينكد ان يعني، ده موديل بتاع لينكد ان، ونزل لك بالشرح يعني، شارح لك كل حاجه انك تسجل بس وتاخد اول شهر مجانا. وحتى لو انت هتكمل بعد كده هتلاقي المبلغ رمز يعني، ممكن مثلا بالمصري ممكن اظن 300 جنيه 400 جنيه، بس يعني كمان اول شهر مجانا، انت في الشهر ده انت ممكن تعمل اللي انت عايزه يعني، ممكن تعمل داونلود وممكن تاخد اللي انت عايزه منهم يعني. شكرا لحضرتك جدا باشمهندس عادل. عفوا. فين. وشكرا لوقت حضرتك والمحاضرة القيمة والغنية بالمعلومات فعلا، وان شاء الله احنا يعني تتكرر باذن الله فترة. الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. جزاك الله خير. شكرا. وشكرا لحضور جميعا. شكرا. ان شاء الله بكره باذن الله محاضرة رقم 5. وعليكم السلام. ان شاء الله في المؤتمر ننتظركم باذن الله 8 مساء بتوقيت القاهره ان شاء الله. شكرا. مع السلامه. شكرا مهندس عادل، نتقابل قريب ان شاء الله. مهندس ياسر، محاضره من امتع المحاضرات يعني، انا الواحد بيحب المحاضره اللي بيبقى فيها تطبيق عملي، ودي بتلفت نظر الناس كويس قوي، وخصوصا ان انت ما شاء الله منظمها بشكل الناس كلها كان واضح جدا في تعليقاتهم انهم انبسطوا منه واستفادوا منه قوي. الله يخليك. ربنا يبارك لك. الله يخليك مهندس ياسر، نشوفك على خير ان شاء الله. الله يخليك. شكرا جزيلا. مع السلامه. الله يسلمك. ان شاء الله نرفع الدرايف برضو اللي موجود جوه جوجل فورم الماتيريال بتاعتنا.
اتمنى بس من حضراتكم معلش تقول اقتراحاتكم وارائكم لتطوير المحاضرات وتطوير المؤتمرات الفتره الجايه، ده شيء مهم جدا يعني بالنسبه لنا. شكرا لحضراتكم لحضوركم ووقتكم.